إن شاء الله رب العالمين. اليوم بيعتبر اليوم الثاني في الورك شوب بتاعتنا للريسك مانجمنت اللي هي الايزو 27005. زي ما اتكلمنا امس يا شباب، شفنا ايه هي الريسك مانجمنت في حياتنا، وازاي ان احنا بنتعرض دايما ديلي للمشاكل اليوميه اللي احنا بنواجهها في الحياه، وان احنا يعني بيكون في ريسك مانجمنت ومعرفه الريسكس واتخاذ القرارات المناسبه ليها، وهل هي الريسكس دي ضرورية، وهل هي ممكن ان احنا نتجنبها، طب هل ممكن نحلها، ولو حليناها ايه هي الامكانيات او الريسبونسز اللي احنا ممكن ناخدها بالنسبة للريسكس دي. وعرفنا كمان انه الريسك ريسبونسز very high level very high level، ان هي الميتيجيت والترانسفير والاكسبت والافويد، هم دول الاربعه الاساسيه. وركزنا على حاجه مهمه جدا 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 يا شباب، وقلنا ان ما عنديش حاجه من الريسك ريسبونس اسمه نيجلكت. نيجلكت دي مش موجوده عندي خالص، يعني انا عارف ان عندي مشكله كده اعمل نفسي مش شايفها وخلاص وبتاع. لا، ما ينفعش، لازم انك تشوفها وتحللها وتعرف ايه هي المشاكل بتاعتها وترفعها للمانجمنت. مين اللي عنده الحق انه يعمل اكسبت الريسك او لا؟ دايما بيبقى التوب مانجمنت هم اللي عندهم البرميشن دي. التوب مانجمنت هو اللي بيعمل البرميشن دي، لان في الاخر الريسك ده ممكن تكون خساره، او ممكن الخساره دي بتتمثل في حاجات كتير، ممكن في فلوس، ممكن في ريبيتيشن، ممكن في حاجات كتير زي ما هنشوف بعد كده. وبالتالي انه لازم المانجمنت يكون هي اللي عندها البرميشن ان هي يعني توافق على الخسارة دي، او ان تقول ان هي موافقة انه الخسارة دي تحصل اذا هم ما عملوش اي ميديكيشن او اي حل للمشكلة. دي كانت فكرة سريعة جدا عن الريسك مانجمنت في حياتنا اليومية. هنبدأ اليوم السيشن بتاعنا يا شباب. السيشن بتاعنا اليوم يا شباب هيبدأ ب فيديو لمدة 15 أو 20 دقيقة، هسيبكم تتفرجوا عليه. الفيديو ده أنا اللي مسجله طبعا، والفيديو ده هتلاقوه على اليوتيوب تشانل بتاعتي، وممكن تعملوا له داونلود لو عايزين وكل حاجة. لما تتفرجوا على الفيديو ده يا شباب، في مجموعة أسئلة عايزكم تجاوبوها، أو بمعنى أصح مجموعة الأسئلة اللي أنا هناقشها معاكم بعد الفيديو دي كالتالي: إيه هي الريسكس اللي موجودة في السيناريو اللي أنا بتكلم عنه؟ إيه هي مجموعة الريسكس اللي أنا بتكلم عنها في السيناريو؟ وايه هي الاكشنز اللي ممكن ناخدها؟ ايه هي الاكشنز اللي ممكن ناخدها؟ الاكشنز المختلفة، يعني انا ممكن اكون قلت لكم ان مثلا الحاجة دي كده كده كده، فانا عملت كده. طيب كويس، انت عملت كده، ده اكشن. طيب هل في اكشنز تانية؟ فانا عايزكم تقولوا لي ايه كل الاكشنز الممكنة. يعني مثلا انه في اكشن، في مثلا ريسك معين، الريسك ده انت قلت في التريننج انك هتعمل فيه كده، وده بيعتبر مثلا ميديجيت. اوكي، بس انت كان ممكن تعمل حاجه تانية، ممكن تعمل له ترانسفير انك تعمل كده، او كان ممكن تعمل له افويد انك تعمل كده، او كان ممكن تعمل كده، and so on. برضو عايز اديكم الاحساس يا شباب يعني ايه ريسك. انا عايز اديكم الاحساس يعني ايه ريسك. خلي بالكم احنا لسه لغايه دلوقتي حتى اللحظه دي ما اتكلمناش تكنيك، لا قلت لك ريسك، ولا قلت لك ديفينيشنز، ولا قلت لك ريسك مانجمنت، ولا ديفينيشنز، ولا اي حاجه خالص. كل ده لسه انا ما يهمنيش انك تعرف الحاجات دي، الا انك لما تشعر يعني ايه الريسك ومفهوم.
خلوني أفتح لكم الفيديو. Event which it can take place. طيب I will share ال desktop يا شباب عشان نبدأ الفيديو. هل في عندكم أي أسئلة قبل ما نبدأ السيشن الجديدة؟ هل في عندكم أي أسئلة قبل ما نبدأ السيشن الجديدة؟ هلا باشمهندس، الله يعطيك العافيه. هو في استفسار صغير بس ما اعرفش كان سبق الاوان ولا لا، بس يعني ده كيس انا يعني بعصره في الوقت الحالي، يعني في الفتره الحاليه، فمش حابب ان انا يعني اشتت الاخوه معانا، فلو ممكن ناجلها لاخر الاجتماع بناء على الريسك يعني. قولها قولها فتسمح لنا لا دلوقتي؟ يعني out of لا، الاستوديو في نفس الوقت بتاعنا. هو انا دلوقتي لما بعمل طال عمرك بعمل ريسك اسسمنت، انا مفترض بـ 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 يعني بـ بجمع كل الاسيتس داخل اورجانيزيشن، صح؟ بالضبط. سواء انا كان هيومن، انفورميشن، بيزنس اكتيفيتي، كريتيكال. خليها اوف لاين لان ده انت دخلت في ريسك ايدنتيفيكيشن، خليها اكيد. دي خدها احنا اوف لاين او ممكن تبقى تكلمني بعدين، لا، لان مفترض بشكل شخصي. ماشي، اتفضل باشمهندس. في حاجه في الريسك اسيسمنت بيبقى قائم على تو ديفرنت ابروتشز، يا اما ريسك بي يا اما الاسيد بيست يا اما ايفنت بيست اللي هي بتبقى سيناريوز وكده، فدي بتبقى برضو ليها حاله تانيه. فانت الكيس الواضح ان التساؤل بتاعك يعني لا ده انت دخلت في احدى الفيزز كده وبتاع، فلا دي خليها ناخدها اوف لاين، ممكن تكلمني واقدر اجاوبك عليها، او ان في الاخر خالص بعد ما نخلص ممكن تحكيها لي واجاوبك عليها. الشباب اللي عايز يكمل معانا ذاتس فاين، اللي مش عايز يكمل ممكن يبقى يخرج هو لو في وراه اي حاجه. في مشاكل. مشكورة باشمهندس، اتفضل باشمهندس، اتفضل. ما فيش صوت يا باشمهندس، أنا مش سامع صوت. ما فيش صوت يا باشمهندس، هو صوت فيديو بس. as the core component of security. We will not be able to say that we will be able to develop appropriate security controls or safeguards or countermeasures without the risk assessment to understand what are the real risks and what are the effects or impact of these risks on our organization and how it can affect its goals and objectives. Before going further, we want to understand what is the risk. With a very simple definition, risk is the effect of uncertainty. It is the effect of uncertainty. It is an action or an event which can take place, but we are not sure that it will take place or not. It depends upon multiple factors. Okay, let me ask you a question. Do you have any experience about risk management? Did you try to practice risk management? I'm quite sure that
Some of you were saying, no, we did not have experience and we did not practice it. Although I'm quite sure that each one of us is practicing the risk management every day. I don't want to say even every hour, but let's say it every day. To understand what do I mean, let me give you an example. I am working in Saudi Arabia, but I am Egyptian. And usually, I'm going on my vacation every year to spend 1 month in Egypt. Let's think that someone, or let's say my manager, he told me, Osama, I don't want you to go on your vacation this year. I'm really afraid. We need you here because we have a lot of projects and initiatives which we need you to work in. And he tried to make life very difficult and to let me be afraid of going to Egypt on my vacation. For example, he would tell me, you may have a flight problem, or the flight may fall, an accident, or whatever. Okay. Then he mentioned that there would be a chance that I may lose my job because they need me here and I will be on my vacation and we will not be able to wait when they can replace me because the projects cannot wait and we have delivery dates. Also, there may be some critical issues or circumstances which are out of our hand. For example, do you remember when we faced the pandemic for COVID-19? Suppose that I faced some of this pandemic during my vacation, then I will not be able to return back, and I am not sure how long it will take. Here in Saudi Arabia, we spent almost 2 years working from home. 2 years working from home. He mentioned to me also, I may face some problems with money, financial. I may not have enough money in Egypt, but I will not be able to spend a nice time with my family. I will not be able to go to a nice vacation. And finally, he mentioned to me that it is better as a recap for all what did we say to cancel my vacation. Wow. I'm quite sure that you are asking yourself, what is the relation between risk management and this story? To go on your vacation. What is the relation between going on your vacation and risk management? Let me tell you, my friends, that this is a core story which it can happen for each one of us every day. And there are a lot of other stories and scenarios which I can give you, which we are daily managing. All the points which my manager highlighted as flight problems, flight accidents, I will not have money, there may be some pandemic and I will not be able to return, or I may be replaced during my vacation. All these are risks. These are risks, effect of uncertainty. I'm not sure that these things can happen, but it can happen. Okay, then what I will do? I spent 1 or 2 days thinking, and I took the following decisions. What are these decisions? That there may be a problem with the flight accident, the flight fall, whatever it is. I will take the risk. What can I do?
afraid that I will not the flight may fall. I will not go on vacation. It may fall while I am return final or final exit after I finish my contract to home. Right? If I will die, then I will die if it's my time. The other issue that I may lose my job because they may need me during my vacation and I will not be available. Well, I said, okay, I will tell you something which is very nice. I will take my notebook with me. But if you need me urgent, you can call me. We can have a Zoom meeting where we can finalize all whatever you need from me. And this, it means that I will spend my vacation. Also, you will be able to manage your projects and urgent requests. For pandemic and possibility that I will not be able to return, I will have the same concept for the working from home, remote access, and I will be able to finish my work while I'm sitting in my home in Egypt. Finally, if I have a problem with financial problem or money or whatever, I call the bank and I ask them to raise the limit of my credit cards. Then I can be able to use it in Egypt if I face a problem in the cash. And finally, to cancel my vacation, I said, no, I will not cancel it. I will go on vacation on time. And these are the decisions which I took regarding the risks which you highlight. In risk management, we have multiple phases. In the risk management, first thing you have to define what are the risks. First, I have to define what are the assets. What are the vulnerabilities of these assets? What are the threats? Then to make risk analysis, where we have to define the impact and likelihood of each risk. And we have to define the risk level. If this risk it is high, critical, low, medium. Define what are the risk treatment options, and finally choose the suitable controls which it will control the risk. In other words, it will minimize the likelihood and the impact of the risk. Consequently, it will minimize the risk level. Maybe it is critical, then it will move into low. Risk level treatments. We have four actions. We have four actions. What are these four actions? Number one, to have to mitigate. Mitigate this means that we have to develop or install a control which it will be able to minimize the impact or the likelihood of the risk. Action number two, to accept that I will accept the risk. I will not do anything. Whatever the results, I will take. In daily language, we call it, I will take the risk. Action number three, transfer or share. What do we mean? That if I face any problem, I will try to share my loss with someone else. Usually, it will be insurance company. If, we face any problem in a data center, it is burned or whatever, then the insurance, it will be near the data center cost or specific amount which we agreed about it. Finally, we have the appointment. Action number four, it is the avoid. What is avoid? Avoid the, we will avoid the reason of the risk. We will avoid the reason of the risk. I will not do the business requirements which it will create the risk. I will try to find other alternatives which it has less risk or to
to make another replacement which it will have no risks. But if we will go back to our story, you will find that all the decisions which I took for the different risks which were highlighted by my manager, they are action to these risks or treatment action for these risks. For example, when he said that there is a flight problem or flight may fall, I said, what can I do? I will take the risk. This is which we call accept the risk. And when he said that there will be a problem, financial problem, I called the bank and I increased or raised the limit of the car where I will be able to use the car if I have shortage in the cash. This indication. I have a safeguard or a control which it will provide me some money even if I face a problem in the cash. Then this is mitigation. In the pandemic and the lost my job, I said, okay, I will have my notebook and I will work from home. This again, it's limitation. I will have my computer, then I will work with you again if I have any problem or if you have any problem. And also you can consider it as void because he said that I may lose my job. Then this means that why I will lose my job? Because you will not be able to work with us if we need you. But now I killed this point. Why? Because I have my notebook and I will be able to work from home. Then it can be considered as avoid risk. This can be considered as avoid risk. Well, as a quick recap, risk is the effect of uncertainty. Risk management, it is the process of managing the risks and how you can minimize its effect. Risk management processes are risk identification, risk analysis, risk evaluation, risk treatment, risk monitoring, and finally, the continual improvement phase. This is the quick overview about the risk management process. Thank you, and I hope to see you in other video training course. See you. سأل طبيبك عن مرض الحزام الناري وسبل الوقاية من المرض. السلام عليكم. وعليكم السلام، السلام خبرك يا شباب، ايه الاخبار؟ السلام على والله. يا ترى السيناريو كان واضح؟ ايوه نعم. تمام، خلينا نبدأ نناقش السيناريو ده. مشكلة من المشاكل العادية اللي ممكن تحصل لنا في our daily life، في مجموعة ريسكس لازم تاخد فيها actions. ايه هي الريسكس اللي احنا اتعرضنا ليها؟ حد يقدر يقول لي كده ايه هي الريسكس اللي احنا اتعرضنا ليها في السيناريو ده؟
طيب الريسك من ناحية، أنا بالنسبة لي في عندي ريسك من ناحية الموظف، وفي ريسك من المانجمنت. كل الريسكس على طيب طول. طيب أوكي، يعني أنا لو اللي هو اللي ممكن أخسر وظيفتي، هذه ريسك، إنه ممكن أتعرض لأي خطر أثناء السفر، هذا ريسك، إن أتعرض لمشكلة مالية وأنا مسافر، ريسك، إنه تحصل مشكلة في الشغل وأنا بعيد، هذا ريسك. تمام. تمام، يعني في برضو الريسك إنه من ناحية، أنا لو أنا من الجهة الثانية، لو أنا المدير ولا صاحب الشركة، برضو حناقش إن مينيمايز الريسك هذا، من ناحية حتى لو جبت موظف بديل حيكون في برضه ريسك تبع كوست، تبع تدريب، تبع فهم للانفيرمنت. ممكن نعتبر ريسك انه انا لو اجبرت الموظف انه يكون موجود، انه يشتغل، حيكون مع نفس ال لا ماشي، ما هو مش احنا مش عايزين نتكلم عن الحلول دلوقتي، خلينا بس نتكلم اوكي. عن. طيب فاحنا عندنا عمليه الترمينيشن، عملنا فاينانشال بروبلم، الورك بروبلم في الديبارتمنت، لو عندي مشكله في البي سي، حاجات زي كده. ايه كمان ولا كده خلاص؟ أنا بالنسبة لي خلص. طيب هل في أي إضافة تانية يا شباب عندكم؟ في ال يوم قال المانجر على ال يعني لا سمح الله مع السفر، ما السفر من خطر السفر يعني. خطر السفر بالظبط، إن الطيارة ممكن تقع. تمام؟ طيارة. أوكي، إيه كمان؟ ممتاز. دي كانت مجموعة الريسكس اللي موجودة عندنا. طيب خلينا ناخد أول ريسك يا شباب كده، اللي هو كان الترمينيشن. إيه الأكشن اللي أنا خدته في موضوع الترمينيشن ده؟ إيه الأكشن اللي أنا خدته في موضوع الترمينيشن؟ لما قال لي ترمينيشن، إيه الأكشن اللي أنا خدته؟ عايز تقصد الريسبونس مش كده؟ الريسبونس بالظبط. بتاعي. اخذنا الافويد، ان انا قلت له ان انا هاخد الكنسل. الافويد. افويد طيب ازاي؟ هاخد ان انا هاخد النوت بوك معايا وهقدر اورك فروم هوم. لا دي مش افويد، دي قول الترمينيشن ان انا كنسل. ادريفد، ان انا ممكن ادريفد ده. ملهاش دعوه بالنوت بوك، انت مش موجود، فحصلت اي ظروف اضطرينا نمشيك يعني، فدي ملهاش دعوه بالنوت بوك او انك انت تشتغل بالنوت بوك. لا اني اكنسل السفر خالص، الافويد اني اكنسل يعني الغي الاجازه، اقعد. بالظبط. طب ايه الاكشن اللي انا خدته؟ من اكثر اني هكنسل السفر عشان ده لغيت لغيت افويد. الاجازه. لا الوركينج فروم هوم، وركينج فروم هوم، واخذت اللابتوب معاه. لا، working from home لما قلت ان هو هيبقى فيه احتياج للشغل ليا وفي مشكله في الشغل، فعشان لو في مشكله للشغل انا هاخدها، لكن لو في بوليتكس وجفدوني او حاجه زي كده كان ايه الاكشن؟ هو حضرتك معلش انا اسف، هو حضرتك اعتقد بتتكلم ان ان هو هو خلاص اكسبشن. رفضوني ولا هيفيدوني عشان انا اسافر اجازه؟ فبقول ان انا دلوقتي حصلت اي مشكله هتؤدي الى رفضي. acceptance يا شانس. بالظبط كده، اكسبت، انا اكسبت الريسك خلاص. انت عايز ترفدني ماشي، اي ويل تيك الريسك. انت عندك في حاجه حصلت وفي مشكله وكلام من ده وانت هترفد، خلاص that's fine. اعمل ايه يعني؟ يعني مش هروح اشوف ابني، مش هروح اشوف اهلي and so on. يبقى انا كده اكسبت. طيب ايه الاكشنز التانيه اللي كان ممكن اخدها يا شباب؟ تفتكروا ايه الاكشنز التانية وكانت ازاي تمثل، يعني ازاي نقدر نمثل الاكشنز التانية؟
ممكن اوصل لحل وسط مع المدير عشان ما يرفدنيش مثلا، واقدر انزل مثلا بدل اخد اجازه طويله اخدها مثلا نص مده يعني، بحاول اورك فروم هوم. لا، ما احنا قلنا ورك فروم هوم دي مش مشكله، مش ده الحل. يعني الحل ان في مشكله بوليتكس، في تحقيقات، في اي حاجه حاصله، فلازم اكون موجود عشان اكون حاضر التحقيق دوت. فمثلا يعني فانا ورك فروم لا، بس انت قلت حاجه تانية. اوكي، بدل ما اخد شهر اخد 15 يوم. مظبوط، وفي نفس ال 15 يوم برضو اكون عامل حسابي مثلا لو حصل اي حاجه في الشغل وانا موجود، لو انا اقدر اساعدهم بقدر الامكان وانا في الحته وانا في الاجازه. انا قصدي كده يعني. تمام، فهي دي بقت ايه؟ اتحولت الى ميديكيت. ميديكيت كده بقت ميديكيت، صح؟ هي اتحولت الى ميديكيت. فكده كان اكسبت كده الميديكيت، فبالتالي ان دي كانت الاكشنز اللي انا ممكن اخدها. هل ممكن اعمل افويد؟ تفتكر ان ممكن اعمل افويد؟ اي كانسليشن الاجازه. كانسليشن الاجازه، بالظبط. دي اللي هي الافويد، لان ايه اللي هيؤدي للترمينيشن؟ ان انا نازل اجازه. طب خلاص، I will avoid خالص ومش هاخد الاجازه. ممتاز. طيب نيجي للنقطه الثانيه، الفاينانشال بروبلم. ايه الاكشن اللي انا خدته؟ أخذنا الميديكيت أكشن، أخذنا اللي هو الانكريز بالظبط، الفيزا، صح؟ خدنا الميديكيت اكشن عشان اعمل زياده لقيمه الحد الائتماني بتاعي. ايه الاكشنز الثانيه اللي ممكن اخدها؟ ممكن أكسبت. بالظبط، ممكن اكسبت. وفي ناس كتير جدا 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 لما يجي يقول لك والله انا حصل ان انا قطعت اجازه ورجعت عشان الفلوس اللي معايا خلصت. صح، في ناس تانية يقول لك والله انا استلفت، فده عمل ميتيكيت برضه، او ان عمل اكسبت لان هو رجع تيك الريسك، او نظام نزل لغى الاجازه وقال لك افويد خوفا من الفلوس ما يبقاش فيها فلوس. كلها ممكن اكت، ممكن في حاجه تبقى انت بوجهه نظرك ان هي ميك سنس وهو ده الاكشنز اللي انت المفروض تاخده، وفي ناس تانية شايفة إن لا، it does not make sense. ودي سبحان الله طبيعة الناس، وكلنا بنختلف. في ناس ممكن فينا تعيش ب 5000 ريال في الشهر، في ناس بتعيش ب 50000 ريال في الشهر. كلنا بنعيش وبناكل وبنشرب وبنركب العربية وبنروح الشغل وبنرجع، ولكن مع اختلاف المستوى في كل واحد منا. طيب لو قلنا إن مشكلة ال انا طبعا مش هاخد كل الريسكس واناقشها عشان ما اضيعش وقتكم، لان هو انتوا ما شاء الله واضح ان انتوا فهمتوا الكونسبت تماما. بس ناخد اخر حاجه، اخر واحد خالص، اللي هي بلا البانديميك. البانديميك قال لك السعوديه احسن وفيها كنترول على الكوفيد افضل من مصر والى اخره. ايه الاكشن اللي انا اخدته؟ خدنا المديكيت، انا خدت الاكسبتنس. وبصراحة بيني وبينكم أنا مش متذكر، أنا السيناريو أنا اللي ألفته وأنا اللي عملته، بس أنا مش متذكر إيه هو الأكشن اللي أنا أخدته يعني. بس خلينا نفكر فيها، نفترض نقول إن أنا أخدت التطعيم، خدت الفازينيشن. أوكي؟ فلو أنا أخدت التطعيم يبقى ده يعتبر إيه؟ ميتيكيت. ميديكيت بالظبط، ده ميتيكيت. خلاص، أنا أخدت التطعيم. طيب لو أنا فعلاً وحصلت لينا يا شباب، يمكن في انا واحد من الناس لما زوجتي وابني بولي السعوديه هنا بعت مصر وخليت ابني يكمل اونلاين ويقعد معايا هو وهي في السعوديه هنا، ما رضيتش ان هما ينزلوا مصر تاني، لان هنا السعوديه ما شاء الله كان فيها كنترول على الكوفيد، كان فيها كنترول على الحالات اكتر من مصر بكتير جدا. طيب لو انا عملت الاوبشن ده وان انا قلت لا 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 لا، هي عندهم حق ان في السعوديه احسن والبوسيبيليتي بتاعت الكوفيد عاليه، خليني ان انا ما انزلش دلوقتي واقعد احسن،
تفتكر الاكشن ده يعتبر ايه؟ افويد افويد. افويد ان شاء افويد الله بالظبط، هو فعلا افويد صح كده، افويد. انا لغيت السفر، فده هيسبب المشكله. طيب لو انا قلت I don't care، انا ابني وحشني جدا وعايز اشوفه ويحصل بقى اللي يحصل، ده يعتبر ايه؟ accept. accept. بالظبط، ده كده accept، لان انا خلاص I don't care. تمام كده ان شاء الله، يعني انتوا الكونسبت كده انا متاكد ان شاء الله رب العالمين انه وصل لكم بشكل سليم، وانتوا فاهمين كده فعلا الكونسبت صح. انا بحب دايما يا شباب في الشغل اديك الصوره العامه، الصوره الكبيره، وطبعا يعني ما فيش هنا إجابة صح وإجابة غلط، في ناس بتحب تاخد الحاجات الصغيرة وبعدين تكبرها 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 لغاية ما يوصل للصورة الكبيرة، وفي ناس بتحب إنها تاخد الصورة الكبيرة وتصغر تصغر 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 لغاية ما توصل إلى الدقائق وتبدأ تحلل عليها. أنا بحب الكونسبت التاني أكتر. في فيديو ظريف جدا يا شباب، هتضحكوا عليه لما تشوفوه إن شاء الله. مش هقول لكم عليه عشان اعمله لكم مفاجأة، برضو عايزكم تشوفوه و تفكروا فيه كويس، عشان هنقطه بمنتهى السرعة، وبعد كده على طول immediately هناخد البريك بتاعتنا، وبعد كده هنبدأ الكورس بتاعنا التكنيكال بقى، نبدأ الكورس التكنيكال بتاعنا. تمام، انا بطلع لكم الفيديو اللي انا بقول لكم عليه دلوقتي. انا عارف ان انتوا كلكم هتضحكوا لما تشوفوه، بس صدقوني والله يا شباب انا عجبني جدا جدا جدا، وعشان كده انا حطيته في الماتيريالز بتاعت الكورس لما لقيت ان هو مفيد جدا وفي حاجات حلوة قوي. How to get the most of Grammarly free. جدا ظريف. ده كان يا شباب الفيديو اللي انا بقول لكم عليه، وكان من الفيديوهات الجميله جدا اللي عجبتني قوي بطريقه جميله. لو عايز اكلمكم انا عن الريسك، الاول خليني اتكلم عن الريسك مانجمنت زي ما اتكلمنا كده كسيناريو دردشه. انا ما بكلمش حاجه تكنيكال لسه، ولا بقول لك الامتحان، ولا بقول لك عايزه بتقول، ولا اي حاجه خالص. احنا عايزين نتكلم كده نفهم الريسك مانجمنت، عشان لما نبدا نشتغل بعد البريك ان شاء الله نكون فاهمين يعني ايه الحاجات اللي احنا بنعملها، ودي موجوده فين، ودي معناها ايه، ودي اصلها ايه. And so on.
طيب ايه اللي انت عايزه برضه؟ يعني كل الكلام اللي انت بتقوله ده عايز منه ايه؟ عايز اقول لكم ان الريسك مانجمنت ليها فيزز معينه، ليها فيزز، ما مش كله بيدور في وقت واحد، لا فيها فيزز، فيها خطوه واحد، فيز اثنين ثلاثه اربعه لغايه ما نوصل لاخر فيز. الفيز الاولانيه بنسميها ريسك ايدنتيفيكيشن. ايه هي الريسكس الموجوده عندي؟ زي ما انتم شفتوا في حاله السفر ان هي في مجموعه ريسك، الطياره، البرنامج، الشغل، التحقيقات اللي في الشركه and so on. في مجموعه ريسكس. طيب انت لو في الشركه هتكتشف الريسكس دي ازاي؟ او الريسكس دي انت لو بتروح تعمل، فاكرين السيناريو اللي انا هتدخله امبارح لما قلت لكم يا شباب انت تعينت سيزو، روح اشتغل اعمل لي السكيورتي بروجرام بتاع الشركه. في حالة زي دي هتعمله ازاي؟ معنى كده ان اول حاجة لازم نعملها الاسيتس، لازم اعرف ايه هي الاسيتس. عرفت، وبرضه اهتم جدا بالتعريف، ايه هي الاسيتس؟ الاسيتس احنا قلنا ان في حاجة اسمها برايمري اسيتس وفي سبورتنج اسيتس. التعريف ده تبع الايزو، الايزو هي اللي عرفت الكلام ده. في حاجات تانية يقول لك الاسيتس هي كل اني انتيتي has a value for the organization is considered as asset. Okay؟ بعض الكورسز زي السي ريسك زي حاجات زي كده بيقول لك ان any entity has a value for the organization is an asset. الايزو قالت لك انه الاسيتس it has two different types. التايب الاولاني اللي هو بنسميه البرايمري اسيتس. البرايمري اسيتس اللي هي البروسيسز والسيرفيس، السيرفيسز والبوليسيز، البروسيسز والسيرفيسز والبوليسيز. اي حاجه تانية تعمل سبورت للحاجات دي للبرايمري اسيتس كونسيدرد از سبورتنج اسيتس. فعندنا منهم نوعين. طيب انت كده عرفت البوليسي، عرفت الاسيتس، عرفت ايه هي الفولنابيلتيز، فولنابيلتي بالعربي يعني نقاط الضعف، عرفت ايه هي الفولنابيلتيز وعرفت ازاي ممكن تاثر على الشركه. فانت كده عرفت الحاجات اللي ايه، هل عرفت الريسك؟ لا لسه، انا اللي عرفته ايه نقاط الضعف اللي عندي، ايه الاسيتس ونقاط الضعف اللي عندي. طيب بعد كده ان اشوف نقاط الضعف اللي عندي دي ممكن تؤدي الى ريسك ازاي. أنا عندي نقاط ضعف معينة، على سبيل المثال أنا دلوقتي عايز أحمي مبنى، أنا عندي فيلا جميلة عايز أحميها كفيزيكال سيكيورتي وأعمل لها نظام حماية. مش هتكلم عليها كلها عشان الدنيا ما تبقاش صعبة، لكن أنا هقول إن أول حاجة اللي لفتت نظري إن المطبخ له باب خلفي. له باب خلفي. الباب الخلفي ده it can be considered as a risk. ليه؟ لانه ايه الفولنابيلتي بتاعته؟ ايه نقاط الضعف بتاعته؟ نقاط الضعف بتاعته ان هو ممكن حد من الخدم انه ما يقفلوش الباب، ما يهتموش بقفل الباب بالمفتاح. الخدم ما ياخدوش بالهم منه، لان انا مثلا لو الباب بتاع الفيلا الخارجي اكيد ان اي حد هيدخل هيقفل الباب، هيقفله بالمفتاح، لان انا اللي هدخل او زوجتي او العيال فاحنا هنقفله بالمفتاح انسو. لكن الخدم انا اي كانوت كنترول الخدم وما اعرفش هم هيعملوا ايه، ممكن يعملوها باد انتنشن، ممكن تكون جود انتنشن، ممكن يكونوا متفقين مع حرامي ويسيبوا له الباب مفتوح. فبالتالي ان انا مش هقدر ان انا اعمل كنترول على الباب ده. فدي دي الفولنابيلتي، ده نقاط الضعف اللي موجوده عندي ان الباب ده ممكن يكون مفتوح. طيب اوكي، الريسك اللي ممكن يعمله، الريسك اللي ممكن يعمله ان في حد ممكن يدخل حرام. فالريسك اللي موجود دلوقتي ان انا ممكن اتسرق، ممكن اتقتل، ممكن يجي لنا منه اي مشكله. تمام كده، يبقى انت حددت ايه هي الاسيد، حددت ايه هي الفولنابيليتي، كمان حددت ايه هو الثريد الريسك اللي موجود عندك. طيب ممتاز، نيجي للمرحله اللي بعد كده اللي اسمها الريسك اناليسيس، تحليل الريسك. انت حددته بس انا عايز اعرف خطورته قد ايه، هل هو خطير؟ يعني مثلا على سبيل المثال لما نقول احنا في السعوديه عندنا زلزال، الزلازل،
انا عندي داتا سنتر في السعوديه وبشتغل وعندي زلزال، في احتماليه ان يحصل زلزال في الداتا سنتر موجود. طب هل هي ايه، عاليه واطيه ما اعرفش ايه؟ في بعض الريسكس قد تصل الى اولموست زيرو. يعني انت لو تيجي تقول في السعوديه يحصل لك فولكينو هقول لك اولموست زيرو. ليه؟ لان الفولكينو معروف ان لازم تكون فوهه، والفوهه دي فيها ماده ممصهره، والماده الممصهره دي بيحصل فيها ارتفاع في درجه الحراره وبتبدا تنفجر. احنا ما عندناش في السعوديه اساسا الفولكينو خالص، ما عندناش الكلام ده. فبالتالي ان دي ممكن تكون الدرجه صفر. ممكن تكون من وجهه نظرك انت الدرجه صفر بس تحصل، زي ما حصل معانا احنا في جده في من حوالي سنة 2004 2006 2004 2006 حصل فيها فلودينج، حصل فيها سيل، المطر نزل قوي جدا لدرجة إن هو أخفى الأنفاق. يعني حقيقي الكلام ده أنا شفته بعينيا، أخفى النفق. احنا مش شايفين النفق، احنا شايفين ميه كانك في بحر. ايه اللي تحت الميه دي؟ اي دونت نو، ما تعرفش. مع العلم كان تحتيها نفق كامل، كانت العربيات بتدخل تحتيه. فمعنى كده ان كان الريسك هنا الفاليو بتاعته زيرو، بس هي بقى لها فاليو بعد كده لما تيجي تقول فلودنج ما بقيناش نضحك. صدقوني يا شباب، لما حصل الزلزال في المغرب وليبيا الكلام ده أثر في حساباتنا إحنا كريسك. ليه؟ لأن إحنا بقينا فكرة الريسك بنفكر فيها ممكن تحصل في السعودية، ليبيا من مصر مفيش بينهم حاجة، دي على الحدود، ومصر اتأثرت في مرسى مطروح والحدود العاصفة اللي حصلت في، أنا آسف مش الزلزال، أنا قصدي العاصفة، العاصفة ولا الزلزال؟ لا الزلزال اللي حصل في درنا. طيب ما هو البحر برضو ممكن يحصل فيه زلازل، وإمكانية الزلازل اللي بتحصل في البحر أعلى. يبقى بالتالي إن ما بين مصر والسعودية البحر الأحمر، يعني الزلازل دلوقتي لا قدر الله ربنا يحفظنا بحفظه وخير الحافظين، ان ممكن يحصل الزلازل والامكانيه بتاعتها تعلى. بعد ما كانت الريسك لو، لا انا اي هاف تو كونسيدر ميديوم. تمام؟ فبالتالي انك انت لازم تعرف ايه هو مستوى الريسك، او تعرف ايه هو الريسك ليفل. دي اللي احنا بنسميها الريسك ليفل. الريسك ليفل بيبقى بيتكون من حاجتين، بيتكون من امباكت، تاثيره لو حصل هيعمل ايه، وبيحصل كل قد ايه. هيجي لك فلودنج كل قد ايه؟ مره في السنه، مره كل سنتين. طيب ايه الخطر اللي ممكن يحصل منه؟ الخطر اللي ممكن يحصل منه يغرق الدنيا، الدنيا تغرق انسو. ايوه محمود اتفضل. معلش عشان السؤال بس، حضرتك بتشرح بشكل عام، أنا فاهم كويس اللي حضرتك بتقوله، بس هل إحنا في الكورس هنركز على حاجة زي كده ولا هيكون تخصصنا أكتر في الاي تي؟ يعني أسأل الريسك في الاي تي. لا لا، اي تي اي تي، أوكي. وهتكلم عن الجزء ده. شكرا للسؤال ده، سؤال كويس جدا، وهكلمكم عنه بس بعد البريك ان شاء الله. طيب عملنا الريسك اناليسز وعرفنا الريسك ليفلز، وعرفنا ان في ريسكس ممكن تكون هاي، وريسكس تكون ميديوم، وريسكس تكون لو، وكل الكلام ده. طيب لازم اشوف الريسك ده الشركه هتعمل فيه ايه، وده اللي احنا بنسميه ريسك اكسبتنس، ان هل الريسك ده انا هتقبله ولا لا. لو تفتكروا امبارح احنا قلنا ممكن نتقبل الريسك امتى، نتقبل الريسك اذا كان الكنترول بتاعه مثلا هيكلفني اغلى من اللي انا هدفعه عشان اعمل، لو حاجه حصل. يعني مثلا انا عندي ريسك، الريسك ده لو حصل هيكلفني 10,000 دولار، ولكن اذا حصلت عشان اعمل كنترول هيكلفني 20,000 دولار. لا خلاص ادفع ال 10,000 دولار ارخص لي واحسن. او ان الريسك دوت وذين الليمت اللي انا وافق عليه، اللي بنسميها باللغه بتاعتنا ريزيديو ريسك، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ريسك ابيتايت، الريسك ابيتايت، الريسك ابيتايت اللي هي ايه، هي
اعلى خساره ممكن اتقبلها، وان هي ما تاثرش على الشركه، وهي ما تاثرش على الشركه. ف 10,000 دولار، 20,000 دولار، 1% من الدخل السنوي، وات ايفر بقى الشركه هتحسبها ازاي. طيب انت عرفت الريسك ليفل، وعرفت ان في عندك مستويات من الليفلز عديده، في حاجات عاليه وفي حاجات واطيه و و الى اخره. طيب انت عرفت الليفلز وعرفت الريسكس وكلام من ده، وعرفت الشركه عايزه تعمل ايه وهي هتتقبلها ولا لا و و الى اخره. معلش يعني كل الصداع اللي انت بتقوله لي ده ليه؟ ده انت قعدني بقالي 4 شهور بعمل الكلام ده عشان اعمل حاجه اسمها ريسك هيت ماب، واقول ايه الريسكس اللي هي هاي وايه هي اللو وايه هي الميديوم. كسبنا ايه بقى؟ كسبنا ايه؟ ايه المكسب اللي عندي؟ اقول لك لا استنى، ده انت كسبت حاجه مهمه قوي. تقول لي ايه هي؟ اقول لك انت عامل الريسك اسيسمنت ليه اساسا؟ ريسك اسيسمنت عامله انت ليه؟ الاوبجيكتيفز بتاعك ايه؟ والله انا الاوبجيكتيف اللي انت قلتها لي امبارح ان انا عايز اعمل السكيورتي بروجرام بتاعي. طيب كده انت ما عرفتش؟ لا بصراحه ما عرفتش لسه لغايه دلوقتي، مش فاهم احنا بنقول ايه بصراحه. لا مش قادر اربطها بالسيناريو اللي انت حاططه لي امبارح ده، مش راكبه معايا. اقول لك طب معلش، لو انا جيت قلت لك ان في، احنا كاي شركه في الدنيا عندنا بادجت معين، انا اعطيت لي السكيورتي بادجت let's say 100,000 ريال، قلت لك ان البادجت بتاعتك السنه دي 100,000 ريال. فانت لما جيت عملت الريسكس طلعت ان في ريسكس 10 ريسك هاي و30 ريسك ميديوم و10 ريسك لو. 10 ريسك هاي و20 30 ريسك ميديوم و10 ريسك لو. طيب تفتكروا يا شباب انا المفروض اعالج ايه الاول، الهاي ولا الميديوم ولا اللو؟ والله عليك الهاي بالظبط، ابدا الاول بالهاي، فابدا اشوف الهاي وابدا اشوف ايه هي الكنترولز او الميديكيشن اللي انا ممكن اعملها. فهلاقي حاجات عايزه يتحط لها فاير وول، حاجات عايزه يتحط لها مثلا في بي ان، حاجات عايزه يتحط لها بروسيديورز معينه، حاجات عايزه تعمل لها تريننج اويرنس، حاجات عايزه يتعمل تريننج لليوزرز اند سو. فلقيت انه الهاي دوا هيكلفني حوالي 80,000 ريال. 80,000 ريال. وبعدين اخدت الميديوم وقعدت برضو احلله، لقيت ان الكنترولز بتاعته هتكلفني حوالي 200,000 ريال. وبعدين اخدت اللو، لقيت ان هي هتكلفني حوالي برضو 200,000 ريال. يعني انا في الاول في 80 وبعدين 200 وبعدين 200. فلما قعدت اعمل الدراسه بتاعتي انا لقيت ان انا دلوقتي بعمل السكيورتي بروجرام، السكيورتي بروجرام دلوقتي اللي انا كنت عايز اعمله، طب الريسك مانجمنت دي او الاسسمنت ده نفعتني في ايه؟ نفعتني ايه هي الاخطار اللي موجوده على الاسيتس؟ الاسيتس اللي احنا قلنا ايه هي؟ قلنا الاسيتس اللي هي تعرفها اني انتيتي which has a value for the organization. احيانا كمان يا شباب بيضيفوا جمله تانية يقول لك any entity which has a value for the organization which can affect the goals achieving goals and objectives. يبقى الشركه عندها goals و objectives معينين، لو انا في اي حاجه وقفت goals and objectives دي واعاقت تحقيق goals and objectives دي، هنا بقت فيها المشكله اللي بتكلم عليها. طيب لما شفت الحاجات دي انا عرفت ريسكس دلوقتي، عرفت ان في 10 ريسك هاي، في 30 ريسك ميديوم، في 10 ريسك لو. الحاجات دي كلها انا عرفت ريسكس، انا توتال الريسكس اللي عندي 50 ريسك. بيست السكيورتي بروجرام دلوقتي لما اعمل له ديفلوب، اعمل له ديفلوب على ايه؟ اعمل له ديفلوب على الريسكس اللي انا اكتشفتها. طب ودي فايدتها ايه؟ دي الريسكس الحقيقيه اللي بتهددك، دي الريسكس الحقيقيه اللي هي بتهددك، دي فعلا اللي هي المشاكل اللي ممكن تهددك. فانت دلوقتي لما عملت البروجرام بتاعك، البروجرام بتاعك ده اكيوريت بروجرام،
ليه اكيوريت بروجرام؟ لانك انت قائم على الاسيتس بتاعتك اللي هي بتعتبر الفاليوز بتاعت الشركه اللي بتساعدها تو اتشيف اتس جولز اند اوبجكتيفز. اوكي طب ممتاز. طب انت هنا كده لا، ده لسه في حته مهمه جدا. انا اوكي عملت السكيورتي بروجرام وقلت ان انا عندي ريسكس كذا هتتعالج بطريقه كذا وي وي، طب فين الكنترولز اللي هنعالجها؟ السكيورتي بروجرام لازم تقول لي الكنترولز، لازم تقول لي ايه هي الكنترولز اللي عايزها. عايز فاير وولز، عايز اكويبمنتس، عايز تريننج، عايز اويرنس، عايز سوفت وير بروجرامز، عايز حاجات كتير. طيب اختيار الحاجات دي بيست على ايه؟ بيست على ريسك. الريسك ده دلوقتي هاي، فانا دلوقتي ممكن اجيب فاير وول. بس اقول لك ايه رايك، لو حطيت فاير وول انت بتحول الريسك اللي كان عندي من هاي الى ميديوم. بس لو عملت تو فاير وولز وعملت دي ام زي ما بينهم ممكن يحولها لك الى لو. حلوه قوي. يعني انا دلوقتي لو جبت اتنين فاير وول احوله من ميديوم الى لو بالظبط. طيب اوكي ذاتس فاين، خدتوا بالكم. فانا كده الريسك مانجمنت او الريسك اسسمنت ساعدني ان انا ابني السكيورتي بروجرام بتاعي، عرفت ايه الريسكس اللي موجوده عندي وعرفت ايه هي الكنترولز المناسبه اللي موجوده عندي. اخر حته عايز اعمل عليها هايلايت، انت كسيزو امس قلت لك هتعمل ايه؟ خلاص اديك فهمت، عملت الريسك اسسمنت، عملت السكيورتي بروجرام، عملت السكيورتي كنترولز وما شاء الله عليك everything is fine وكل حاجه. بس حصلت معاك مشكله. احنا قلنا ان في الهاي 80,000 ريال عايز تعملهم عشان تعالج المشاكل الاساسيه، والميديوم عايزين 200,000 ريال، واللو عايزين 100,000 ريال. يعني انت عندك التوتال هنا 380,000 ريال، لكن البادجت المحطوطه في الشركه 100,000 ريال. وذير از نوت شانس ما نقدرش نزود البادجت. ليه؟ هي معروف البادجت دي في فلوس، انا ما عنديش مكنه بطبع بيها فلوس. البيزنس معروف في شركه، الشركه عندها راس مال وراس مال ده هي بتشتغل بيه وما عندهاش القدره على انها تزود راس المال وما ينفعش الكلام ده يحصل. طب انا هعمل ايه؟ هعمل ايه؟ في حاله زي دي ان هي هنعمل ايه؟ ايه الاكشن اللي هعمله؟ هناخد الحاجات الهاي نحلها كلها، يعني دي هاي دي ممكن تهدد الشركه. فكده خدنا ال 100,000، فاضل لنا 20,000، لقينا ال 20,000 دول ممكن يحلوا خمسه من الميديوم ريسكس. طب الباقي بقى اعمل فيه ايه؟ اعمل فيه ايه اكسبت ابلغ المانجمنت او تجدوله لحد السنه الجايه مثلا. بالظبط، هو كده الاكشن فعلا. هو زي ما انتوا قلتوا كده ان انا هعمل له رود ماب واقول ان انا المفروض اعمل الاكشنز الفلانيه والاكشنز دي هتتعمل السنه الجديده لما يكون فيها بادجت الى اخره. فمعنى كده ان انا هاخد الاكشنز لما يتوفر البادجت، بس لغايه ما يتوفر البادجت يبقى انا ايه الاكشن بتاعي اللي هاخده؟ اكسبت. بس بالظبط. لحظة شوية هنا يا باشمهندس، معلش، اتفضل. سين ان انت ما تطبقتش الكنترول المفروض كنت تطبقه، او مفيش بادجت ايا كان، تمام، وحصل وفي ريسك ومعلوم واكسب، حصل اختراق هنا او حصل حاجة او اي دامج للشركة، مين اللي بيتحمل هنا او مين اللي بيبقى اكاونتبل على الاشكالية اللي حصلت دي؟ الإدارة ولا الفورميشن سكيورتي ولا ها؟ مين اللي عمل اكسبت؟ المفروض في السيناريو بتاعنا اللي يعمل اكسبت الاداره المانجمنت، صح؟ بالظبط. يبقى مين اللي يتحملها؟ الاداره هو ده الكلام الصح. عشان كده دايما يا شباب بنقول ان الاكسبت للريسك لازم يكون الريسك اونر او التوب مانجمنت. بس كمان يا باشمهندس في نقطة برضو في الحتة دي، الأرايست نفسه يعني. طيب أنا هل أنا عملت تحليل مظبوط الإدارة إنه ده هاي وده ميديوم وده لو؟ ما هو هياخدوا القرار بيز على إيه؟ بيز على انا التحليل. بقصد انك انت مش هتعمل ريسك مانجمنت وانت ما بتعرفش تعمل ريسك مانجمنت او ريسك صح اسسمنت. المفروض. يعني أنا بقصد اتفضل. الريسك اسسمنت لازم يتعمل بشكل صح.
لو انت ما تقدرش تعمله ماشي، ما مش عيب، هات شركه من بره يعمله لك، لكن انت لازم تعمل ريسك اسسمنت، والريسك اسسمنت يكون دقيق. وزي ما حواليك دلوقتي في حاجه اسمها في الليفل، في مش النهارده طبعا، اكيد هتبقى يمكن بكره، بعد بكره او الاسبوع الجاي، في الريسك بروجرام حاجه، انك انت وانت بتعمل البروجرام بتاع الريسك مانجمنت، انك لازم فيها كنترولز معينه وحاجات معينه، وانك انت الريسك دو لو وليد عمله هيطلع ريزلتس. لما يجي محمود يعمل نفس الريسك اسسمنت على نفس ال اسيدز لازم يطلع نتائج كونسيستنت، ما يطلعليش محمود بيقول لي الريسك دو هاي ووليد يجي يقول لي الريسك دو لو. لا ما ينفعش، ليه؟ في حاجه عندك غلط في طريقه القياس، انت الريسك بروجرام بتاعك محدده غلط. فحكايه الريسك اسيسمنت تتعمل صح ولا غلط، لا هي دي غير قابله للنقاش، اللي اتعمل غلط دي مشكلتك انت، ودي طيب مش معلش، في نقطة هنا برضو، أنا الريسك أسيسمنت أو الريسك أناليست اللي أنا بعمله، ما هو بناء على الإنبوت اللي بيجيني من البيزنس. أوكي، أنت الفاليو ده تبعك أنت، ممكن يحصل بالإمباكت كم. فلا، أنا اللي أقصده إنه لازم يكون في شير الريسبونسبيلتي حتى تبع الأناليست مع البيزنس نفسه، مع ال بص يا شباب، اتفضل. التوب مانجمنت مسؤولة عن الناس كلها. التوب مانجمنت مسؤول عن الناس كلها، عارفين زي الجيش، الجيش القائد مسؤول عن الوحدة كلها من أول العسكري لغاية النائب بتاعه. فأنت لما تيجي تقول لي أصل في مانجر أعطاني معلومات غلط، دي مشكله. ليه؟ لانك هندرس حاجه اسمها اورجانيزيشن كونتكست، وهتشوف ان دي مهمه ولازم يكون عندك الابر مانجمنت سبورت وما اعرفش ايه وحاجات زي كده. فانا عايز نتجنب دلوقتي حكايه الريسك اسسمنت تتعامل صح او غلط، لان دي النقطه دي غير قابله للنقاش. ليه؟ بيزد على الانبوت اللي احنا هنعمله للريسك اسسمنت هنجاوب على كل الاسئله دي. تمام. طيب كده احنا عملنا ريسك اسيسمنت وعملنا السكيورتي بروجرام وعملنا كنترولز وعرفنا الرود ماب بتاعتنا، ما شاء الله عليك الشركه فعلا جابت سيزو بروفيشنال، عمل الاكسرسايز صح واشتغل صح. شباب لو انت بتشتغل في شركه ولقيت انك انت مش قادر تعمل ريسك مانجمنت، انا بشوف انه لو انت بروفيشنال انك تقول انا ما بعرفش اعمل، او انك تدرسه وات ايفر، بس تجيب حد يعمله لك بشكل صحيح عشان تقدر تبني كل الشغل بتاعك صح. احنا شفنا كتير جدا لما بننزل عند كاستمرز بيجيبوا اجهزه مش عارفين يشغلوها وان ملهاش احتياج، لان هم مش عارفين ايه الريسكس اللي موجوده عندهم. ولما كنا بنيجي نعمل بنتريشن تيستنج او فولنربيلتي تشيكس، كنا بنلاقي مصايب سودا عندهم في النتورك وحاجات كتيره جدا عامله مشاكل، بس هم مش قادرين يفهموا ايه المشكله اللي كانت عندهم، وبالتالي كانت هي دي اللي عامله لهم المشكله. الريسك اسسمنت يا شباب، لو قعدت اقول لك الريسك اسسمنت مهم 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 عشان كده وكده وكده ما كنتش هتفهمني، لكن متهيألي انت دلوقتي فهمتني. متهيألي انت دلوقتي فهمتني. عرفتوا ليه بقى يا شباب؟ عرفتوا ليه عمر وعمر لما قلت لكم ان الريسك اسسمنت هو ده بيعتبر البدايه الصحيحه لاي سكيورتي بروجرام، واي حد هيجي يقول لي انا ما بعرفش سكيورتي ريسك مانجمنت هقول له ما تكلمنيش عن سكيورتي مانجمنت، لانك انت مش هتقدر تعرفها. لكن دلوقتي بالشكل اللي انا وريته لكم ده، انا بفهم ريسك مانجمنت اسسمنت، عرفت الاسيتس، عرفت الفولنربيليتيز، عرفت الريسك ليفلز، عرفت الكنترولز، قدرت اعمل السكيورتي كنترولز بتاعتي وقدرت اعمل لها اشتغل عليها واعرفها. فهمتوا بقى ايه فايده الريسك مانجمنت؟ عرفتوا الشباب اللي داخل كونسلتنت بيقول لك انا عايز اشتغل كونسلتنت في مجال الاي تي، في مجال الاي تي سكيورتي، عرفت ايه بقى فايده الريسك مانجمنت؟ عرفت لما انتوا كنتوا بتكلموني ايام زمان الريسك مانجمنت دي مهمه ولا لا؟ قلت لكم الريسك مانجمنت دي الكور بتاع السكيورتي مانجمنت، الكور بتاع السكيورتي مانجمنت. طيب اخر حاجه عايز اقولها قبل ما ناخد البريك بتاعتنا كده، الاكسرسايز خلص
ولا لسه في حاجة ناقصة؟ إيه رأيكم؟ المفروض يا باشمهندس احنا ما بنتكلمش على ريسك تريتمنت او حاجه زي كده. لا احنا اتكلمنا المفروض على الريسك تريتمنت هو كنترولز. اوكي اعتقد ريسك ايفالويت او خلصناها، بدل اللي ما هي عملنا انا كنترولز قصدي يبقى اللي احنا هي اخر حاجه ريسك. بعد ما اعمل ريسك وبعمل ري ايفالويت، ري ايفالويت بعد ما اخلص. طيب افترض انك عملتها، انت بتتكلم على ريزيديو ولا ريسك؟ اوكي نفترض ان احنا خلصناها مش مشكله. مونيتورينج، مونيتور الكنترول. ليه؟ مونيتور كنترول. طيب ليه؟ لان ممكن يحصل ابديت، ممكن اي شيء يتم لازم ان انت تغير. ابديت ليه؟ كنترول هيتغير، الفاير وول لا هتتغير، جايبه النهارده فاير وول هلاقيها ريسك بكره. ابديت انه حقق المطلوب منه يا باشمهندس، عمل الكنترول المطلوب منه. لا انا اقصد ابديت للريسك، يعني حصل ابديت. انا خطفت محمود فعايز اصالحه. هيبقى الفاير وول اي بي اس. لا يعني مثلا سين انت عندك الكنترول وشغال ديفنس ان ديبس مثلا، وعندك كنترول خاص بالفاير وول او الاي بي اس، فانت بتعمل ابديت، بتمونيتور الكنترول اللي انت حاطه وبتعمل ابديت الفاير وول اون ريجولار بيسس، بحيث ان يبقى فيه اي ما تضيعش وقتك، فيوتشر. خلاص ما تضيعش ايه وقتك. طيب الإجابة الصحيحة يا شباب إنك بتعمل مونيتور فعلا، بس مش للكنترول بس، بتعمل لإيه؟ للريسك. أيوه كده، للريسك. أنا اللي يهمني الريسك، ما يهمنيش، مش ما يهمنيش الكنترول. الكنترول طبعا يهمني، الكنترول لازم أعمل له مونيتور، يعني الكنترول. بس الكنترول بتاع المونيتور سهلة قوي. إيه؟ الكنترول في حاجه اسمها كنترول اوبجكتيفز. حد عارف يعني ايه كنترول اوبجكتيفز؟ انا ما بسالكش تكنيكال، انا بسالك برضو دردشه. احنا قاعدين لغايه دلوقتي على القهوه يا شباب، احنا ولا خلينا نكون راقيين شويه، قاعدين على الكافيه دلوقتي، قاعدين على الكافيه وكل واحد في ايده الاسبريسو بتاعته. احنا لغايه دلوقتي ما اتكلمناش تكنيكال، احنا قاعدين على الكافيه دلوقتي. ف يعني ايه كنترول اوبجكتيفز؟ انت مطبق الكنترول ده عشان يعمل ايه بالظبط؟ الهدف يغطي من على ايه بالظبط؟ الهدف بتاع الكنترول بالظبط. انا جايب فاير وول ليه؟ عشان توقف الاتاك. انا جايب الفاير وول عشان تكتشف الريكونسنس اتاك. انا جايب اي في بي ان عشان يعمل انكريبشن للريموت كونكشنز. طيب ازاي بقى انا اراقب الكنترول ليه؟ اشوف يعني يعني ادكوت او نوت ادكوت، يعني هو يعني مناسب ولا غير مناسب، هي فعلا زي المونترنج او حاجه لازم زي ليه؟ كده، لازم ليه؟ ان هو يميتيجيت الريسك ده، ان هو ادى المطلوب منه او ان هو قلل الريسك بتاعي. هو ما تتقالش كده، تتقال ان حقق الكنترول اوبجيكتيفز بتاعته. بالظبط. انا دلوقتي يا شباب، انتوا ما اعرفش لو انتوا اوير بعمليه البيرشيزنج وحاجات زي كده، تعمل حاجه اسمها بيزنس كيس. البيزنس كيس دي بتحط فيها جاستيفيكيشن، انا عايز اشتري اكويبمنت ليه؟ ده كنترول اوبجيكتيفز. انا عايز اشتري فاير وول تو بروتكت ماي اورجانيزيشن اجينست اتاكس كذا وكذا وكذا وكذا. ده بقى الكنترول اوبجيكتيفز. انا جيت بعمل مونيتور للفاير وول وللاكتيفيتيز دي، هل هي حققت الاوبجيكتيفز؟ ايوه حققت الاوبجيكتيفز. ثانك يو فيري ماتش، اي ريلي ابريشيت الكنترول ده، اقدر اعتمد عليه وهو عمل الاكسرسايز بتاعه صح، ما عنديش فيها اي مشكله. طيب ايه الحته المهمه؟ طبعا الكنترول، فده لازم مونيتور، مونيتور نو ديسكشن الكنترول. بس انا اللي يهمني اكتر من الكنترول، ودي الاجابه اللي انا عايز اسمعها، ان انا تو مونيتور الريسك نفسه. فاكرين يا شباب لما انا قلت لكم ايام زمان لما كان يجي يقول لك فلودنج في السعوديه، كنا نضحك. فلودنج في السعوديه؟ السعوديه فيها فلودنج؟ بلد الصحراء يبقى فيها فلودنج ازاي يعني؟ البحر هيحمي وكنا بنقولها كنكت. لكن فوجئنا واحنا في جده انها حصلت، وحصلت سنه بعديها كمان بسنه تانية حصلت. فاكرين لما انا قلت لكم ان اللي حصل في المغرب في دارنا في ليبيا، ان غيروا حساباتنا ازاي؟ الزلازل بعد ما كانت البروبابيليتي او اللايكليهود بتاعتها ضعيفه جدا، دلوقتي بقت عاليه جدا.
ايه ده؟ ازاي يعني؟ يعني ايه ازاي؟ لان يعني هو خلاص دلوقتي في امكانيه ان يحصل، انه يحصل زلازل في السعوديه، في امكانيه. تقدر تنكرها؟ حصلت في المغرب، وفي حاجات حصلت في ليبيا، واحتمال كبير جدا تلاقيها وفي مصر في بعض الزلازل اللي اتحس بيها ممكن تلاقيها حصلت في السعودية، والله أعلم هيكون الليفل بتاعها إيه. يمكن إحنا بنقول إنها دلوقتي لو، ممكن تتحول لميديوم، لا قدر الله، لا قدر الله، لا قدر الله، ممكن تكون أعلى. فاكرين في زلزال 91 في مصر؟ فجأة مصر يبقى فيها زلزال؟ عمر ما حد كان يتخيل كده في سنة 91، لما حد يقول لي زلزال في مصر دي نكتة وحاجات كده. لا، حصل زلزال في مصر، وعشان الناس ما كانتش جاهزة فحصل رعب وقلق وحاجات زي كده، وفي طبعا بعض المباني اللي هي كانت ضعيفة أساسا وقعت وحصل الزلزال. وعشان كده مصر دلوقتي لما بتيجي تبني أي مبنى يقول لك إنه لازم المبنى يكون مجهز ضد الزلزال، ضد الزلازل، بيعملوا حاجة اسمها حزام الزلزال. ده مش عايز أقول لكم، الصين بقت بتعمل دلوقتي فكرة غريبة جدا للزلازل يا شباب. ليه؟ لأن الزلازل عندهم الـ probability بتاعتها very high، critical، critical يعني ممكن تحصل مثلا 10 مرات في السنة. طيب والـ impact very high، very high ليه؟ الزلازل بتاعتهم 5 6 7 ريختر، حاجات كده أرقام كبيرة، فمعنى كده لما بيحصل الدنيا كلها بتتهد. طيب بيعملوا إيه؟ إيه الكنترول اللي بيعملوه؟ إن بعض المباني دلوقتي بيعمل لك إن هي لما يحصل زلزال ان هي بترتفع عن الارض. انا ما بقولش نكته يا شباب، انا فعلا قريت الموضوع ده، عنده قدره انه بيرتفع عن الارض. انا مش عارف التكنيك، بس بيرتفع عن الارض شويه لغايه ما يحصل عمليه ثبات، وبعد كده بينزل على الارض عشان ما يتكسرش. فبالتالي انك انت لازم تكون عارف، بتتابع الريسك، لان الريسك ممكن يزيد. الريسك لو زاد بقت مشكله، بعد ما كان لو بقى هاي، وده ممكن يهدد الجولز اند اوبجكتيفز بتاعتك. طب سؤال، لو الريسك بتاعي نزل من كريتيكال للو، ده يأثر على الشركة عندي؟ السلب ولا اللي جاب؟ whatever، هل يأثر على الشركة عندي؟ هل يأثر على الاكسرسايز اللي بيزنس؟ انا لا، عايزه؟ ما هيأثر. هيأثر ممكن على الرود ماب، وهيأثر هيأثر ان انت هتلغي الكنترول مثلا، او الكنترول تقلل، فالكوست ايه اللي معاك مثلا؟ بالظبط كده، بالظبط كده، وفي الاوبريشنز بالظبط كده. لو انت عملت الكنترول هاي او كان كريتيكال، لما الريسك كان هاي او كريتيكال، عملت له كنترول، حطيت يمكن اثنين فاير وول، حطيت له ديفنس ان ديبث، بتعمل مونيتورنج، بتعمل سيم اناليسيز، بتعمل كوريليشن، بتعمل حاجات كتير. فده فيها اوبريشن، فيها ممكن يكون فيها هاردوير. طبعا الاجهزه يا شباب كلها فلوس، تبقى لازم تعرف التوتال كوست اوف اونرشيب بتاعتك. انت مش مجرد انت جبت جهاز ودفعت الثمن بتاعه وخلاص كده الموضوع انتهى. لا، انت فاير وول دي لها اشتراك سنوي عشان السبورت، لها اوبريشنز، في تيم اوبريشنز كامل قاعد بيعمل اناليسيز للديتا، التيم ده بياخد منك رواتب اند سو اون. فدي كلها التي سي او بتاعتهم عاليه، التوتال كوست اوف اونرشيب هنا عاليه قوي، فانت لازم تاخدها بعين الاعتبار. فانت هنا لما تقول ان الاتاء، ان الريسك انتقل من الهاي او كريتيكال للميديوم، بدل ما كنت عامل خمسه او كنترول او ثلاثه كنترول او اثنين كنترول، او واخد كنترول هاي اند ليفل كنترول بيكلفك فلوس واللايسنس والسبورت السنوي، لا، انا ممكن انزل كل الليفل ده لحاجه اقل شويه، ان هي توفر لي بعض الفلوس ان انا استفيد من المبلغ ده، ان انا احل مشاكل ريسك تانية لو البادجت عندي مش موجوده، او ان انا اقلل اللود اللي موجود على الاوبريشن تيم. مفيش داعي ان التيم يعمل ياخد ريسك لو ويقعد يعمل له اناليسيس لانه كان كلاسيفايد كهاي. يبقى هنا دي اللي بنسميها احنا في السكيورتي مونيتورنج، لها اسم معين. ايه هو؟ في السكيورتي
مانجمنت، بنسمي عمليه الكونتينوس موفمنت، كونتينوس مونيتورنج دي بنسميها حاجه معينه، كلمه معينه كده. ايه هي؟ الجماعه بتاعت اللي خدوا الايزو 27001 بنسميها ايه؟ كونتينوس امبروفمنت، بنسميها كونتينوس امبروفمنت، دي كونتينوس امبروفمنت. ده كلوز رقم 10 يا باشمهندس، حضرتك تقصد التحسين المستمر. كلوز رقم 10 بالظبط، كلوز رقم 10 كونتينوس امبروفمنت. كونتينوس امبروفمنت بيزد على ايه؟ على مونيتورنج الريسكس والكنترولز. فهمتوا بقى يا شباب؟ ادي الحدوته كلها، ادي الكورس بتاعنا لغايه نهايه الشهرين. شكرا، انتهينا. شفتوا بقى الدنيا سهله ازاي وبسيطه ازاي؟ وده الفرق، انك انت تكون فاهم وانك انت تكون زي اللي احنا بنشوفهم في السوق كده، ناس يجي يقعد يقول لك ايه الكلمه اللي انا قلتها لكم امبارح، الهمبكه، الهمبكه اللي احنا سمعناها، ده احنا عملنا عشان ده همبكه، ده تخليه على جنب. لكن الكلام اللي هو الناس اللي هي الفاهمه بسيط جدا، الريسك مانجمنت بسيطه جدا جدا جدا، دي مش كيمياء، سهله مفهومه، الفيزيكس بتاعتها مفهومه، واحنا عارفين كويس جدا بتتعمل ازاي وبتشتغل ازاي. تمام؟ اي اسئله يا شباب قبل ما ناخد البريك بتاعنا؟ طبعا الله يعطيك العافية. الله يجزاكم كل خير. انا عارف في حتى بس لو أسئلة اسئله ما بس كانتش بسيط جدا لو اتفضل. تكرمت، يعني لو عندي ريسك اسيسمنت واحد بس، اقدر اخد عليه اكتر من ريسبونس ولا هو ريسبونس واحد عليه؟ لا لا لا، لو هو هو اسيسمنت واحد، ده سؤال حلو جدا. احيانا بيكون ان في عندك ريسك اسيسمنت يكون الاوبجكتيفز بتاعه حاجات عديده، ممكن يكون الاوبجكتيف بتاعه ان انا اي وانت تو اتشيف الايزو 27001، وعايز اعرف ايه، واوبجكتيف تاني عايز اعرف ايه اللي هي الويكنس اللي موجوده عندي في الشركه، واوبجكتيف تالت عايز اعرف هل انا جي دي بي ار كومبلاينس ولا لا. طالما انك ما حدد الاوبجكتيفز بتاعتك من الاول يبقى انت يو ار ان ذا رايت شانل. ليه؟ لانك انت لو مش محدد الاوبجيكتيف ممكن يكون في بعض الخطوات اللي مطلوبه للاوبجيكتيف ده ما اتعملتش. انت مثلا عملت الريسك اسسمنت عشان تو اتشيف الايزو 27001، جه السيزو قال لك الله طب ما انت عملت الريسك اسسمنت، قول لنا بقى هل احنا جي دي بي ار كومبلاينت ولا لا؟ تقول له لا انا اسف انا ما اعرفش، لان انا ما ركزتش على البرايفسي داتا، انا ركزت على الاسيتس. يقول لك الله طب ما البرايفسي داتا بارت من الاسيتس. ايوه بس البرايفسي داتا المفروض ان انا اكون عامل لها انكريبشن على الفيزز الثلاثه، ات ريست وان ترانزيانت وان يوز، ولازم اكون عندي دي بي او، ولازم عندي في حاجات معينه لازم ان انا اكون عارفها اخدها بعين الاعتبار في الريسك اساس، وان انا اسمع الفيدباك بتاع الناس. لكن انت بتكلمني عن حاجه انا ما تعرضت لهاش. فطالما انك انت محدد الاوبجكتيفز بتاعتك وباني الخطوات بتاعتك فروم داي 1، يس الريسك اسسمنت انت تقدر تعمل بيه ما لا نهايه من الاوبجكتيفز. بس طبعا يعني ما تكبرش الاوبجكتيفز قوي عشان ما تعقدهاش عليك. تمام. شكرا شكرا. اهلا وسهلا. اي اسئله تانيه يا شباب؟ احنا كده خلصنا البارت الاولاني. البارت الثاني، في حد منكم مش متذكر مين سألني هنركز على الاي تي ولا هنركز على الحاجات التانية؟ هنبدأ السيشن بتاعتنا التانية ان شاء الله بشرح الحاجات دي، وايه الفرق بين الكلام اللي هو بيقوله. هو سؤال خبيث شوية، عايز يعرف الفرق بين الاي تي ريسك اسيسمنت والانتربرايز ريسك اسيسمنت، ودي هنتكلم عليها عشان انتوا برضه كمان تكونوا عارفين الفرق ده. هناخد 20 دقيقة بريك يا شباب بعد إذنكم عشان أنا لسه ما صليتش العشاء، فهناخد 20 دقيقة بريك ونرجع نكمل السيشن بتاعي. شكرا لكم، وأشوفكم بعد البريك إن شاء الله. السلام عليكم. التسجيل يا باشمهندس ما تكفر، أندم نكفر التسجيل بس في ده البريك. هعمل له بوز ما تقلقش. اوكي شكرا. نكست، انا اطلع كده يا باشمهندس.
عليكم السلام. تمام. بسم الله توكلنا على الله. نبدأ يا شباب الكورس بتاعنا دلوقتي. احنا هنبدأ بقى الستايل التكنيكال اللي هي ك سكيورتي مانجمنت. هنبدأ نتكلم تكنيكالي وخلاص. القعدة اللي كنا قاعدينها على الكافيه انتهت. شربنا الاسبريسو بتاعتنا وهنبدأ بقى نتكلم تكنيكال لانجويج ونفهم السكيورتي تولز من وجهة نظر الاي تي. قبل ما نبدا، اسف، قصدي الريسك مانجمنت مش السكيورتي تولز. قبل ما نبدا، في سؤال اتسال قبل كده، انت هتدخل في التفاصيل بتاعت الحاجات اللي انت قلتها دي قبل كده ولا لا، واللي هي كريسكس بتاعت الفلودنج والريسكس بتاعت الزلازل، ولا هنتكلم عن الريسكس بتاعت الاي تي فقط لا غير؟ وقلت لكم هو هنا السؤال ده مقصود بيه في نوعين من انواع الريسك مانجمنت الشغل. في نوعين من انواع الريسك مانجمنت. ايه هي نوعين الريسك مانجمنت دول؟ حاجه اسمها اللي هي الاي تي الانتربرايز الانتربرايز ريسك مانجمنت. الانتربرايز ريسك مانجمنت دي الريسك مانجمنت اللي هي بنتكلم عليها احنا في ال ان جنرال، ما بنتكلمش فيها عن الاي تي فقط لا غير. بمعنى انا ممكن اكون بشتغل في بنك، انا ممكن اكون بشتغل في بنك. البنك ده هو واحد من الشباب، نفترض مثلا وليد جه للبنك قال له لو سمحت انا عايز اخد قرض. عايز قرض ليه؟ قال لك انا عايز اشتري بيت. اوكي، القرض انت عايز بيت بكام؟ قال له انا عايز قرض 1,000,000 ريال. قال له طيب قدم الاوراق واحنا نشوف الوضع دوا ونشوف هل ممكن نديك القرض دوا ولا لا. طيب هما هيعملوا ايه؟ انت عملت الاوراق وقال لك هنعمل دراسه ونرجع لك بعد كده، هم هيعملوا ايه؟ ايه اللي هيعملوه في الدراسه دي؟ الدراسه دي بمنتهى البساطه يا شباب، هم اللي هيعملوه ان هو هيعمل ريسك اسسمنت. ريسك اسسمنت؟ اه، هيعمل ريسك اسسمنت. ازاي؟ مثلا يقول لك انه وليد طالب مليون ريال وطالبهم على 5 سنين. طيب يعني معنى كده ان كل سنة وليد لازم يدفع لنا 200,000 ريال. طيب وليد الراتب بتاعه كام؟ يبقى السالري بتاعه كام؟ ليتس سي نقول مثلا ان السالري بتاعه، ليتس سي مثلا، ما شاء الله لا قوة الا بالله، 20,000. كويس قوي، يعني 20,000 في 12 تساوي 24، 240,000 ريال مثلا. طيب ال 240,000 ريال دول يبقى كده في مشكلة. ليه؟ لأن ال 240,000 ريال ده هو مش هيقدر يدفع، لأن هو المفروض يدفعه 200,000 بس هنا عنده هو 240,000. مش معقولة هيعيش في السنة كلها ب 40,000 ريال. قال لك ايوه بس هي ما بتتحسبش كده. ليه؟ قال لك لان برضه احنا لازم ناخد في عين الاعتبار انه ممكن يكون عنده مكافاه نهايه الخدمه، اند اوف سيرفيس ديو. الاند اوف سيرفيس ديو دي بتمثل نسبه معينه، فالنسبه دي ممكن تكون مثلا لسه مثلا ان هي هتمثل مثلا يعني مثلا 100,000 ريال. فدي ممكن هو يعمل كده. كمان احنا ممكن نيجي نقول له ايه؟ لا بلاش انك انت تاخد الموضوع كده، انك انت ممكن تخفض المبلغ، بدل ما تاخد مليون تاخد مثلا 750 او نص مليون بس. فبالتالي بيبدأ يعمل اناليسز ويشوف هل وليد يقدر يدفع المبلغ ده على خلال 5 سنين ولا لا؟ او ان انا ممكن اقول لك طب بلاش 5 سنين، مش هتقدر يا وليد. الدراسه اللي احنا عملناها 5 سنين مش هتقدر،
انت لازم تعملها على 7 سنين او 10 سنين. طب هي دي ايه؟ طب ما دي حاجه حلوه قوي. لا هي مش حاجه حلوه قوي، لانك انت لما تاخد مليون على 5 سنين مش هترجعه مليون، هو بياخد نسبه. فانت لما 7 سنين او 10 سنين معنى كده النسبه بتزيد، فانت المليون ده هو مش هيرجع مليون، هيرجع مليون و100 الف، لو 10 سنين يمكن يرجع مليون و500 الف and so on. فبالتالي هو بيعمل ايه كده؟ هو كده بيشوف الريسك. الريسك اللي هو عندي انا ايه هنا؟ وليد cannot pay back، مش هيقدر يدفع. طيب الريسك ده هاي ولا لو؟ لما عملنا الحسبة بتاعتنا كده على 5 سنين لقيناه ان هو هاي. احنا لو قلنا مثلا الترتيب برضو عشان تكونوا متخيلين كلمة اللو والهاي، هنقول انه عندك لو، عندك ميديوم، عندك هاي، عندك كريتيكال. دي الكلاسيفيكيشنز بتاعته. فلقينا ان وليد الريسك عنده هنا هاي، فقلنا له لا الريسك هنا هاي، انا اسف مش هقدر اديك القرض لانك انت هنا هاي. طيب ايه رايك لو عملناها على 10 سنين وبدل ما تسدد المبلغ مليون هنسدده مليون و500 الف؟ طب هتفرق في ايه؟ لا هتفرق في كتير، لانك انت هنا لو مليون و100 الف، مليون و500 الف، يعني انت على ال 10 سنين المليون 500 الف على 10 سنين معنى كده انه هيدفع 150 الف بس في السنه. وده ممكن يدفعها ليه؟ لان هو لو 150 الف في السنه، هو في السنه بياخد 240 الف، فمعنى كده انه في فرق هنا كبير، في عنده 90 الف ريال ممكن يكون كافيين عشان يقدر يعيش بيهم. الى جانب ذلك ان عندك مكافاه نهايه الخدمه بعد 10 سنين هتبقى الفاليو بتاعتها اكبر، الفاليو بتاعتها اكبر. فكده البنك لما الشركه تحط مكافاه نهايه الخدمه في البنك، اوتوماتيك الشركه هتيجي تقول له دي تبع القرض بتاعي، هاخد المكافاه دي والموضوع انتهى على هذا الاساس. فبالتالي انك انت كده عملت ايه؟ قللت الريسك، قللت الامباكت. الامباكت بعد ما كان عالي كان هاي، انا قللته بان انا عملت كنترول جديد، عملت ميتيجيشن جديد. الميتيجيشن ده نقلت من 5 سنين الى 10 سنين، فلما انت نقلتها الى 10 سنين قللت الفاليو بتاعت الفاليو الكارد اللي هو بيدفعها في السنه، وبالتالي ان هو كده قال لك اوكي هي نزلت الى ميديوم. اوكي قال لك طالما ان الريسك عندنا لو او ميديوم يبقى الكارد ات ويل بي اكسبتد، احنا كده قبلناه. تمام؟ ده الانتربرايز ريسك مانجمنت. الانتربرايز لما تقول كلمه انتربرايز ان دي اي حاجه ريسك في المؤسسه، في فاينانشال، في سبلاي تشين، في وير هاوس، في اي حاجه في ريسكس، ريسك دي اي حاجه. طيب الايزو يا شباب الريسك ده اسمه الستاندرد ايزو 31000، ده الستاندرد 31000، ده الانتربرايز ريسك مانجمنت. تمام، ما عندناش اي مشكله كده، فهمنا. وعندنا ريسك مانجمنت، انا الريسك مانجمنت ده شامل كل حاجه، شامل اي ريسك في الدنيا، اي ريسك في الدنيا عندي في الاورجنايزيشن في 31000 اقدر اشتغل. بعد كده الايزو لما اشتغلوا في مجال السكيورتي عملوا لنا حاجه اسمها 27001، ده الاي اس ام اس. حد عارف يعني ايه اي اس ام اس؟ ومش عايز حد من اللي حضروا معايا 27001 يتكلم. حد عارف يعني ايه الاي اس ام اس؟ الاي اس ام اس اللي هي انفورميشن سكيورتي مانجمنت سيستم، انفورميشن سكيورتي مانجمنت سيستم دي الستاندرد، ده الستاندرد بتاع السكيورتي في الايزو، ده الستاندرد بتاع السكيورتي في الايزو. الستاندرد بتاع السكيورتي في الايزو قائم يا شباب على الريسك مانجمنت، قائم على الريسك مانجمنت. فقالوا اوكي احنا ما عندناش مشكله، احنا كايزو عندنا 31000 اللي هو الانتربرايز اللي هو شامل كل حاجه في الدنيا كويس، بس لقوها ان الدنيا معقده شويه.
ان 31,000 في حاجات كتير قوي كومبليكيتد مع العدد ده. قال لك طيب اقول لك حاجه، احنا هنعمل حاجه اسمها اي تي ريسك مانجمنت، اللي هو الايزو اي 27005. ال 27005، طب ده ايه؟ ده اي تي ريسك مانجمنت، ده ريسك مانجمنت اللي خاص بالاي تي فقط لا غير. يعني ما اقدرش اطبقه في البنك؟ لا، ما ينفعش اطبقه في البنك، ده تطبيقه في البنك ده هتعمل 31000 سيلز. طب هل بيختلف؟ لا ما بيختلفش، الكونسبت واحد. لو درست ده ولا درست ده هو مفيش اي اختلاف، الاختلافات بس في عمليه هاو تو امبلمنت والتطبيقات والكلام من ده. فانت 31 ده للانتربرايز ريسك، ما ال 27005 اللي هو نفس الكورس نيم بتاعتنا اللي هو 27005، هو ده نفس الكورس نيم بتاعنا، ده اللي احنا هنشتغل فيه في الورك شوب دي. فانت الورك شوب دي احنا هنركز فيها عن الاي تي ريسك مانجمنت فقط لا غير يا شباب، هنركز على الاي تي ريسك مانجمنت بس، مش هندخل في الانتربرايز ريسك مانجمنت. وده هو ده اللي مطلوب بالنسبه لك انت كسكيورتي مانجمنت او اي تي سكيورتي مانجمنت، سواء سلطان سواء اي تي سيزو سواء وات ايفر اي حاجه، جاست نيم ات، انت هتكون اي تي ريسك. اوكي، ده اول حاجه انا احب اتكلم عليها او اشرحها. طيب ايه الحاجة التانية اللي احب اتكلم عليها برضو؟ ايه هي الايزو دي اساسا؟ اما الايزو ايزو زهقتنا، ايزو ايه ايزو؟ حد يعرف ايه هي الايزو يا شباب؟ أنا أعتقد إن هي عبارة عن مكان بيعمل بروتوكولات أو خطوات معينة لحل مشكلة محددة، يعني ليه أوبجيكتيف وليه بروسيس لو طبقتها تطبقها تاخد الأوبجيكتيف بتاعتك. فهي دي يعني هي مؤسسة بتعمل كده، بتقول لك أنا عندي عشان تعمل أوبجيكتيف معينة لازم تعمل بروسيس بالطريقة دي. ده فهمي عن الأيزو، إن هي شهادة كفاءة، حاجة زي شهادة كفاءة إن أنت طبقت المعايير الخاصة عشان تحقق الأوبجيكتيف ده. هل في أي إنبوت تاني؟ يا شباب شيلوا البطانية. هو نفس الكونسيبت اللي هو قالوه، بس يعني عامل زي الفوندو مثلا، عشان ياخد الستارز لازم يطبق معايير معينة عشان يقدر ياخد الستارز بتاعتها. فهو الشركات بتطبق معايير معينه عشان تاخد الايزو عشان تقدر تكون شركه ليها اسم، او ليها زي ليها اسم بالظبط كده. اوكي طيب، اي انبوت تاني؟ كيلو البطانية. احنا لسه الدنيا حر، لسه عندنا الكورس ده هيدخل في ديسمبر، ساعتها هتعملوا معايا ايه؟ هتناموا؟ هي نور. اورجانيزيشن معاك ايوه اهو. طيب، الايزو هي فيندر نيتشر اورجانيزيشن، بتديك البيست براكتسز او تحقق نوع من انواع الجوده في سيستمز مختلفه، او زي الايزو 27001 انفورميشن سكيورتي، زي 9000، زي وهكذا، يعني بحيث ان انت تكون معتمد كستاندرد فريم ورك ان انت مطبق حاجه زي كده، وبناء عليه الريبيوتيشن بتكون يعني ك good reputation، يعني انت مطبق فريم ورك زي ده، فبتقدر الشركات تترست فيك، او ان هي يكون ساعتها عندك حاجات زي السوق، يعني تبقى انت مطبق فريم ورك وبتبقى معتمد، ففي نفس الوقت تكون الريبيوتيشن بتاعتك كويس، ان انت عندك internal audit كويس او عندك implementation لحاجات زي كده كويس. تمام. الانترناشونال او الايزو اللي هي الانترناشونال ستاندرد اورجانيزيشن، دي شركه يا شباب نون بروفيت. نون بروفيت اورجانيزيشن دي فيها ممبرز من كل العالم، فيها ممبرز من كل العالم، كل العالم منهم ريبريزنتيفز في الاورجانيزيشن دي. الاورجانيزيشن دي مسؤوله ان هي بتعمل حاجه اسمها ستاندردز
وجايد لاينز. الستاندرد وجايد لاينز دي بتساعدك على انك انت تطبق معايير معينه او اللي بيسموها البيست براكتسز لحاجات كتير. بيست براكتسز ممكن تكون للسكيورتي زي ما قلنا السكيورتي 27001، او للديتا برايفسي اللي هي 27001، او الريسك مانجمنت اللي هي 27005، او اللي هي البيزنس كونتينيوتي اللي هي 22301، او الكواليتي اللي هي 9001 and so on. انتوا شايفين في حاجات كمان ريليتد للهيلث، في حاجات ريليتد للانفايرمنت، يعني الناس دي مش متخصصه في مجال الاي تي، لا دي متخصصه في كل حاجه انت متخيلها. ده ستاندرد. الكواليتي ملوش دعوه بالاي تي، الصحه ملهاش دعوه بالاي تي، امن المعلومات ده تعتبر سكيورتي، البرايفسي يعتبر سكيورتي. عندهم ستاندرد في كل حاجه. تعرفوا يا شباب ايزو عندها كام دوكيمنت عملت لها ديفلوبمنت؟ اي حد متخيل عدد الارقام اللي هو موجوده؟ اعتقد الاف يعني. كام؟ لا ما اعرفش الرقم الصراحة، بس تمام. فعلا الرقم الحقيقه يا شباب تقريبا ما بين 22000 الى 24000، ما بين 22000 إلى 24000. طيب أنا قلت جملة أو كلمتين بس استغربت قوي لغاية دلوقتي أنا محدش سألني عنه، أو إيه الفرق ما بين إيه الفرق ما بين الستاندرد والجايد لاينز؟ لو الأيزو بتعمل دوكيومنت، الدوكيومنت دي يا اسمها ستاندرد أو اسمها جايد لاينز. يعني إيه؟ يعني الاثنين مختلفين؟ يس، الاثنين مختلفين. ليه؟ ايه الفرق؟ دي مختلفين عن بعض ليه؟ امتى دي بتسمى اسمها ستاندرد وامتى دي اسمها جايد لاينز؟ حد يعرف؟ أنا أتوقع يعني أنا أتوقع الستاندرد هي الريزلت النهائي أو الأوبجيكتيف نفسها، والجايد لاينز هي الخطوات اللي تقدر تحصل بيها الستاندرد، يعني توصل للستاندرزيشن بتاعتك. يعني انت اجبت بس مش واضح، يعني اجبت انت فعلا اجبت بس مش واضح. هي الجايد لاينز ريكومنديشن ان هي انت تقدر تطبقها عندك في الاورجانيزيشن، انما الستاندرد يعني مثلا حاجه اوريدي متفق عليها، يعني مثلا يقول لك خلاص ده ستاندرد متفق عليه من مجموعه شركات او مجموعه كذا او عملوا امبلمنتيشن. الجايد لاينز بيكون ان هو ريكومنديشن، بحيث ان انت او يعني ريكومنديشن ان انت تحقق حاجه معينه. هل الجايد لاينز هي بروسيس؟ ها؟ انت قصدك البروسيديوز؟ بروسيجر قصدي. لا انا اقصد لا، الجايد لاينز يعني مش بروسيجر، الجايد لاينز مجموعة يعني تقدر تقول ريكومنديشن او حاجة عشان تطبق بيها حاجة معينة، يعني دي جايد لاينز، تمشي على الجايد لاينز ده عشان تقدر توصل لغاية معينة. الفرق ما بين الستاندرد والجايد لاينز غلط. حتى عنده اي افكار؟ فكروا يا شباب، احنا بنعمل برين ستورمنج، انا مش في امتحان، الاجابه الصح هتتحسب والاجابه الغلط ضدك، يعني احنا برين ستورمنج عشان اصحصحكم كمان، لسه قدامنا ساعه. ها حد عايز سندوتش مربى؟ طيب الستاندر مثلا بيكون خاص باندستري معينة؟ يعني مثلا لو انت عندك اوكي اتفضل. الفرق ما بين الستاندرد والجايد لاينز في الايزو حاجه بسيطه جدا يا شباب. في دوكيومنتس او في الستاندرد انك انت يو ويل، خليني اكتب حاجه الستاندرد اورجانيزيشن كان
be certified against is standard. لكن الجايد لاينز best practices for implementation. يعني ايه؟ مش فاهم. يعني لما يكون عندك انت ستاندرد زي 27001 ده بيقول لك ده البيست براكتس للسكيورتي، ده عباره عن البيست براكتس للسكيورتي. طيب كويس، بعدين طيب البيست براكتس للسكيورتي ده في حاجه اسمها كلوزز اللي هي بنسميها، اللي هي كانها ريكويرمنتس، حاجات معينه لازم تعملها، لو انت عملتها اوكي كده ده البيست براكتس. في حوالي 4 5 6 7 8 9 10 7 كلوزز. كويس، لو انت عملت ال 7 كلوزز دول انت كده يقع صح. بلس حاجه اسمها الانكس. انكس ايه؟ الانكس ايه دي؟ دي اللي هي سكيورتي كنترولز. فانت لو عملت الكنترولز وعملت الكلوزز زي ما هم بيقولوا بالظبط يبقى انت كده عملت السكيورتي امبلمنتيشن بيست براكتس. طيب تمام تمام بس انا كسيزو صاحب الشركه ده قال لي انا الان مش متاكد انك عملت الاكسرسايز صح او الحاجات صح او الى اخره. الايزو بطريقه او باخرى عندهم الامكانيه ان يعمل عليه حاجه اسمها اكسترنال اوديت ويجي يشوف انا عندي 7 كنترولز هل اتعملوا صح؟ 7 كلوزز هل اتعملوا صح؟ وعندي كنترولز هل اتعملت صح؟ يس اتعملت صح، يقول لك يس يو ار ايزو 27001 certified. مين اللي بيقول كده؟ ده اكسترنال اوديتور بيبقى بايوس يعني حيادي انترناشونال، بيبقى هو اللي بيجي يعمل لك الاوديت ويقول ايوه انت طبقت الحاجات دي بالشكل السليم وانك انت فعلا بقيت سيرتيفايد، وبيديك شهاده بالكلام ده، بتاخد الشهاده دي وتبقى ستاندرد. فلو انت عايز مثلا تتعامل مع البنوك واكشنج ديتا ولا تعمل اتفاقيات مع شركات وكلام من ده ويقول لك الديتا سنتر بتاعتك لازم تكون سكيور، لما تيجي تقول له انا ايزو ستاندرد يقول لك شكرا انت كده ستاندرد. في السعوديه عندنا هنا الشركات الكبيره زي سابك زي ارامكو لو انت عايز تعمل معاها بيزنس وتبقى بارتنر ليها ما تقدرش انك تشتغل معاهم الا لما تكون ايزو ستاندرد او انك انت تباص الاوديت بتاعهم والريكويرمنتس بتاعتهم اللي هي في النهايه برضه كانها جزء من الايزو. هنا عمل لك ايه؟ هنا ايه؟ عمل لك ايه؟ عمل سيرتيفيكيشن. فانت عندك الحاجات اللي انت بتسمع عنها لما يقول لك انا ايزو اللي هي الايزو ال 9001 الايزو 27001 الايزو 22301 ده البيزنس كونتينيوتي، ده الاي اس ام اس ام اس، ده الكواليتي مانجمنت سيستمز، كل الحاجات دي بيجي لك اوديتور يعمل عليك تشيك ويتاكد ويقول لك ايوه يو ار امبلمنتنج سكيورتي بالشكل السليم. ده الستاندرد. طيب الجايد لاينز اللي هو ايه؟ الجايد لاين زي ما محمود قال خطوات او البيست براكتسز هاو تو امبلمنت الحاجات دي. لما هنيجي نتكلم عن الايزو 27001 احنا قلنا ان في 7 كلوزز وفي انكس اي اللي هو في 95 كنترول 94 كنترولز. والله ما انا فاكر 94 ولا 93 انا مش متذكر بالظبط دلوقتي. Anyway ف اوكي الدوكيمنت كلها يا شباب اللي عايزه 27001 ستاندرد لو انت جبتها كلها ما تزيدش عن 10 صفحات او 20 صفحه ماكسيمم.
يقول لك ان في الكنترول انت المفروض تعمل كده وكده وكده. طب ازاي اعملها؟ ما قالش. طيب ما هي مش واضحه، انا مش فاهم اعملها ازاي، ما تساعدني. قال لك طيب انا ده الستاندرد، بس انا عشان اساعدك هعمل دوكيومنت تانية اسمها 27002 ودوكيومنت تالتة اسمها 2003. ده بيشرح الكنترولز وده بيشرح الكلوزز وبيديك ديتيلد مع الانفورميشن هاو تو امبلمنت الحاجات دي، هاو تو امبلمنت الحاجات دي. فده بقى ايه؟ دول الجايد لاينز. طيب هل انا ممكن اكون سيرتيفايد اجينست 27002 و 27003؟ قال لك لا، ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش يجي شركه يقول لك اه والله الناس دي عندها كنترول صح وعندها كلوز صح. لا، ده جايد لاين، انا ما عنديش هنا ريكوايرمنتس، ده جايد لاينز. اه اوكي، يبقى ده جايد لاينز ما فيهاش. فانا اول ما اقول كلمه ستاندرد يبقى انا اي كان بي سيرتيفايد اجينست ذا ستاندرد وليه ريكوايرمنتس معينه يو هاف تو اتشيف. لكن لما اقول جايد لاينز يبقى ده ملهاش ريكوايرمنتس وده البيست براكتس هاو تو امبلمنت الحاجه دي. تمام، ده الفرق ما بين الجايد لاينز والستاندرد. اي اسئله؟ أه، هو انا شاطر قوي للدرجه دي بشرط اني شرحتها والناس فهمت ولا الناس نايمه؟ لا تمام يا باشمهندس، لا تمام يا باشمهندس، تمام جدا والله زي الفل. زي الفل. ماشي الحال، تمام. طيب دي كانت الحاجه برضو اللي انا يهمني اول نقطه اعرفها. طيب في حاجه كمان يا شباب يهمني ان انتوا كمان تعرفوها، ايه هي؟ ايه هي 27000 سيريز؟ احنا عمالين نقول اتكلمنا عن 27001، اتكلمنا عن 27001، اتكلمنا عن 27005، اتكلمنا عن 2005 2، اتكلمنا عن 2003 وكل الكلام ده. الحاجات دي كلها يا شباب اللي هي 27000 سيريز دي عبارة عن حاجات ريليتد الى السكيورتي، حاجات ريليتد الى السكيورتي، او زي ما انا قلت لكم ان هو هي انفورميشن سكيورتي. تمام، انفورميشن ريليتد لانفورميشن سكيورتي. في عندنا حوالي 22 دوكيومنت في 27000 سيكس. في انا بصوا بقى يا شباب، انا دايما مقتنع قوي بالمثل اللي بيقول لك اني ازاي اصطاد، ما تدينيش سمكه. انا سهل قوي ان افتح لك دوكيمنت واقعد اقول لك ادي 27000 سيريز عندك كذا وعندك كذا. انا مش عايز الكلام ده لانك انت هتنسى الكلام ده. انا عايزك انك احنا اوريك ازاي اعمل شير للديسكتوب وهندخل مع بعض على انا هفصل ال طيب نعمل شير للديسكتوب وندخل على ال جوجل وهقول له what are ISO 27000 something. بص يا شباب، هنا على طول اول ما تلاقي دوكيمنت زي دي تبقى هي دي اللي احنا عايزينها، الايزو تقول لك ال 27000 سيريز فاميلي. تعالى كده نشوف على طول، قال لك الايزو ال 2700 فاميلي اللي هي ريليتد للانفورميشن سكيورتي مانيوال، هي ريليتد للانفورميشن سكيورتي مانيوال زي ما احنا قلنا في الاول. طيب ايه الحاجات اللي موجوده عندي؟ الحاجات اللي موجوده هتلاقي عندك ال 27001 وال 2002 وال 2002. هنا لما نقول له ديسكفر اول، ادي يا شباب الستاندرز اهي، ادي كل الستاندرز اللي موجوده عندنا الايزو. احنا لو قلنا له مثلا 27001
2700. ادي اول حاجه 2700 اللي هو الفيرجن 2013 2018. طبعا الستاندردز دي يا شباب بتتغير كل 5 سنين، الستاندردز بتعمل لها ابديت كل 5 سنين. يعني على سبيل المثال احنا كنا بنشتغل في السكيورتي على 2013، دلوقتي احنا بنشتغل على 2022. اهي بصوا الفيرجن الجديده اهي 2022. بعد كده عندك ال 27005، ده الكورس بتاعنا اللي هو ريسك اسسمنت، اللي هو الريسك مانجمنت، اسف الريسك مانجمنت. ده بيتكلم عن السكيورتي تكنيكس او المونيتورنج والميجرمنت، اللي هو 27004. ال 27006 بيتكلم عن الاوديت، الاوديت والسيرتيفيكيشن. 27007 بيتكلم عن البرايفسي بروتكشن اند سو اون. فلو انت عايز تعرف ايه هي الكنترولز، ادي الكنترولز بتاعتك اهي، وكل الدوكيومنتس اللي موجوده من ايزو تقدر توجدها. انا مش عايز احطها لك انا كدوكيومنت، هي موجوده كدوكيومنت وممكن تجيبها على الانترنت وموجوده كلها وكلها. يهمني بس انك تعرف حاجه واحده بس يا شباب، ان الايزو مشكلتها حاجه واحده، انك ما تقدرش تنزل دوكيمنت الا لما تدفع الفلوس ثمنها، مش فري للاسف، مش فري، لازم تدفع بيمنت ليها. والدوكيمنتس دي بتتراوح اسعارها، بعضهم 750 ريال، بعضهم 1000 ريال، بعضهم 500 ريال اند سو. طبعا مش عايز اقول لك ان البي دي اف كوبيز للحاجات دي موجوده على الانترنت، تقدر تعمل لها داونلود وتشوفها، ولكن خلي بالك دايما ان لازم تقوم بتعمل داونلود للفيرجن الحديث، تعمل داونلود للفيرجن الحديث، الفيرجن الجديد. اذروايز انك معنى كده انه الفيرجنز اللي انت بتنزلها لو كانت القديمه يو ويل بي ان ترابل، لان المعلومات بتاعتك هتبقى متاخره او اكسباير. كده احنا عرفنا الايزو، عرفنا ال 27001 سيريز. خلينا نعرف بعض المعلومات السريعه جدا عن الحاجات المهمه في ال 27001. هقف عندها شويه واكلمكم عليها من باب المعرفه والعلم بالشيء، لان هتلاقوني بتكلم عليها كتير. هقول مثلا في الايزو 27001 كذا، في الايزو 27005، في 3100 سيريز، في الحاجات دي. فانا عايز تعرف الحاجات دي. أول ستاندرد يا شباب، وده أشهر ستاندرد عندنا في مكاننا كلنا، الناس كلها تعرفه، اللي هو الأيزو ال 27001. وده زي ما أنا قلت لكم ده هو ستاندرد، وإنه في 7 كلوزز. يعني هي الكلوزز دي اللي هي بتمثل الريكوايرمنتس، وفي 94 كنترولز، سكيورتي كنترولز. فالحاجات دي لو انت كلها طبقتها بالشكل المناسب كده، انت you will be able to achieve ال certificate، يعني انك انت كده تبقى certified، وتبقى انك انت كده certified against 27001، وده دليل على انك انت بتطبق security best practices. الستاندرد الثاني او الجايد لاينز الثاني اللي هي ال 27001 ده يا شباب دي جايد لاينز. الجايد لاينز دي عبارة عن ايه؟ الجايد لاينز دي عبارة عن بيساعدك انك انت تعمل الريسك مانجمنت ان بيست واي، او بمعنى اصح بيعمل ريسبوند او بيجاوب على سؤال واي اند وات. واي اند وات، ليه انا بعملها وبعمل ايه؟ ليه انا بعمل الحاجه دي وبعملها ليه؟ ليه بعملها وعشان ايه؟ يعني انا بعمل الحاجه دي ليه؟ فالحاجه دي هو ليه؟ وات انا بعمل ايه؟ ليه انا بعمل كده؟ بعمل كده ليه؟
فانا ازاي هعملها وكل الكلام ده بقى بيبقى فيه خطوات دي اللي بتبقى بيسموها ميثودولوجي. فده اللي هو بيجاوب عليه why and what. why ليه، what انا هعمل ايه، why انا هعمل كده ليه، what انا هعمل ايه. تمام، دي ال 27005. ال 27005 يا شباب يهمني جدا تفهم الكونسبت بتاعه. ال 27005 احنا في الكورس بتاعنا هنبدا يعني ممكن نقول من بعد بكره هنتكلم على كل فيز بانها بروسيس. وانا طبعا زي ما انتم متعودين معايا انا ما بحبش اقول كلام عايم ومحدش فاهم. لما اقول بروسيس حد فاهم يعني ايه بروسيس يا شباب؟ يعني ايه بروسيس؟ خطوات هو البروسيس يعني كمسمى او كترجمه هي العمليات اللي المفروض ان هي داخل الاورجنايزيشن. يعني كل اورجنايزيشن المفروض ان انا بساعدها في وصف البروسيسز اللي المفروض ان هي قايمه عليها، زي مثلا عمليات خاصه مثلا بالامن السيبراني مثلا. سيبك من الكلام ده كله، ماليش دعوه انا بأورجنايزي. يعني ايه بروسيس؟ سو سيمبل. دخلنيش بقى اقول حسابات وما اعرفش ايه، وفيها البروسيس بتاعت المبيعات والبروسيس بتاع، يعني ايه بروسيس بس. هي ستيبس بيبقى لها انبوت واوتبوت. ستيبس مالها؟ ليها انبوت واوتبوت، بيدخل لها انبوت ايوه، ويطلع منها اوتبوت. هي مش ستيبس، هي اكتيفيتيز. اكتيفيتيز بالظبط، مجموعه اكتيفيتيز، نشاطات معينه، حاجات معينه بتتعمل. زي ما انت قلت يا احمد ان هي ليها انبوت. الانبوت ده بيتعمل عليه الاكتيفيتيز دي، بيتعمل عليه الاكتيفيتيز دي بتؤدي الى اوتبوت معين. دي البروسيس يا شباب. سو سمبل. سيبك بقى من الهري اللي بنسمعه والفتاوي اللي بنسمعها، يعني دي البروسيس. مجموعه اكتيفيتيز ليها انبوت معين بيخرج اوتبوت معين. طب مثلا تعالى، طب بقول لك ايه، انا مش فاهم حاجه، انت عمال بتقول كلام غبي قوي. طيب اهدى عليا، اهدى عليا بس. طيب ماشي، انت بتقول طب ايه رايكم نطبق الكلام ده على حاجه احنا اتكلمنا عليها؟ مش احنا قلنا عندنا حاجه اسمها ريسك ايدنتيفيكيشن، ودي قلت لي ان هي دي اللي احنا بنحدد فيها الريسكس وكلام من ده. اقول لك اه مش دي بروسيس؟ اه طب شغاله ازاي؟ انت قلت لي عندنا هنا اكتيفيتيز، وعندنا هنا انبوت، وعندنا هنا اوتبوت. طبق لي بقى. هقول لك اوكي، الانبوت اللي موجود عندي الاسيتس، الفولنابيلتيز، اسف الاسيتس، كويس الاسيتس الاهميه بتاعتها للشركه وحاجات زي كده. ايه هي الاكتيفيتيز اللي انا بعملها؟ الاكتيفيتيز ان انا بشوف الفولنابيلتيز، بشوف الثريدز، بشوف الكنترولز اللي موجوده عندي. الاوتبوت بطلع ايه هي الريسكس اللي موجوده عندي. بس ادي البروسيس في تاني مش مجموعه. هسمعش، معلش لو معلش سمحت. الاكتيفيتي تاني معلش لو سمحت. نو الاكتيفيتيز. اعيدها تاني. اه لو سمحت. الاكتيفيتيز مجموعه نشاطات او اكشنز انا بعملها. انت عندك الانبوت، ايه الانبوت اللي عندي هنا؟ الانبوت ده ممكن يكون متغير. ايه الانبوت اللي عندي؟ الانبوت اللي عندي ايه هي الاسيتس اللي عندي؟ ايه هي الاسيتس اللي عندي؟ الاسيتس اللي عندي انا عرفتها، عندي مثلا بروسيسز، عندي بروسيديورز، عندي ستاندردز، وات ايفر، عندي سبورتنج اسيتس، دخلتهم هنا على الاكتيفيتيز. الاكتيفيتيز دي بتعمل ايه؟ اول حاجه بتشوف ايه هي الفولنابيلتيز، نقاط الضعف اللي موجوده.
في الاسيدز اللي انت داخله دي، خدت بالك؟ فانت لو دخلت لي 100 اسيد انا بشتغل مع ال 100 اسيد، فالانبوت لو اختلف الاوتبوت يختلف، فهمت؟ الانبوت هيختلف الاوتبوت هيختلف، الاكتيفيتي الثابته بس هنا بيزد على الانبوت والاوتبوت. هحدد ايه هي الثريتس، ايه هي المخاطر اللي موجوده عندي، احدد ايه هي الكنترولز اللي موجوده عندي، احدد ايه هي الامباكت اللي موجود عندي. واخدين بالكم ايه الحاجات اللي موجوده؟ اديني فيه شويه اكتيفيتيز انا عملتها، خدت الاسيتس، قعدت بقى يلا بقى يا بزنس اونر تعالى اشرح لي انت شايف ايه نقاط الضعف اللي عندك؟ اه والله نقاط الضعف عندي هنا ودي الحاجات دي كده، اه طب دي ممكن تعمل كذا، طب دي خطورتها كذا، الله طب ده ممكن كده هاكر يدخل عليا، طب وتبدا تعمل الكلام ده. طيب انا بعمل الاكسرسايز ده ليه؟ عشان اعمل الاوت. طب ايه هو الاوت بوت؟ اللي هو الخطوه دي، ايه هي الريسكس؟ مش انا بقول الريسك ايدنتيفيكيشن اهي، ليس ريسك ليست اهي. خلي بالك لغايه دلوقتي يا شباب انا ما عملتش، ما قلتش انا ده هاي ولو وميديوم، ما اتكلمتش عن كده، انا حددت الريسكس اللي موجوده بس لسه ما حددتهاش، ما عملت لهاش اي حاجه خالص. طيب مش فاهم، برضه مش فاهم، مش عارف يعني ايه بروسيس، مش فاهم. طيب ماشي، تعال نطبق بعد كده. انت عملت لي هنا ريسكس، هقول لك ان عندنا، احنا اتفقنا عندنا ريسك اناليسيس، صح؟ اوكي، الريسك اناليسيس ايه هي الاكتيفيتيز وايه هو الانبوت وايه هو الاوتبوت. قال لك الريسك اكتيفيتيز اللي عندي اشوف الامباكت بيأثر، الريسك بيأثر ازاي، الريسك بيأثر ازاي على الاورجنايزيشن واللايكليهود. فاهمين يعني ايه كلمه لايكليهود؟ بتسمعوا لايكليهود او بروبابيليتي، احتماليه حدوث، احتماليه حدوث، بروبابيليتي او لايكليهود، بس في المجال في الريسك مانجمنت غالبا تسمع كلمه لايكليهود اكتر. طيب انا الانبوت هنا يعتبر ايه يا شباب؟ اللي هو الريسك، الريسك اللي احنا الايدنتيفيكيشن اللي اخذناه ريسك بالظبط ليست. اوكي بالظبط اللي انت خدتها من الفيز الاولانيه، نعم. قلت كل ريسك على الاكتيفيتيز، شفت الامباكت بتاعه واللايكلي هود، حددت منه هنا ايه؟ الثريد او ال الريسك ليفل، ريسك ليفل الريسك ليفل. اوكي صح، الاوتبوت بتاعنا بالظبط. طب الاوت بوت هنا ايه؟ الريسك ليفل اللي هو ممكن منه استنتج، بيسموها الريسك هيت ماب، الريسك هيت ماب، الريسك هيت ماب اللي هو ايه الريسكس الهاي واللو والميديوم وان سو اون. طيب دي ايه؟ دي بروسيس بمنتهى البساطه، دي بيسميها ايه؟ دي بيسميها بروسيس، دي تعتبر بروسيس بس. ادي تعريف البروسيس، تمام؟ طيب كويس. فاحنا دلوقتي لما هنتكلم عن ال 27005 كل الفيزز بتاعتنا هنحطها في صوره بروسيس، كل الفيزز بتاعتنا هنحطها في صوره بروسيس. طب فايدتها ايه؟ هنفهم ايه الانبوت، هنفهم ايه الاكتيفيتيز، هنفهم الاوتبوت، هنفهم كل فيز بتنقل للي بعدها ازاي، كل فيز بتنقل للي بعدها ازاي. هو ده دايما يا شباب انا بقول انا ما بقولش في السكيورتي بس، في اي حاجه، لما تلاقي نفسك ان المواد، الحاجه دي اللي انت بتشتغل فيها الكورسز، خاصه لما يكون زي حالاتي كده عندي مثلا 30 40 كورس، اي باص 30 40 كورس، لما الاقي نفسي عارف ان انا اربط الكورس ده بالكورس ده والكورس ده بالكورس ده والمعلومه دي بالمعلومه دي وفي انتجريشن كده، يبقى انت فاهم. لكن لو كل كورس بسيبريت ايلاند، لا، يبقى انت عندك حاجه غلط، لان انا في الاخر بتكلم عن اي تي سكيورتي، هي حاجه واحده، هي حاجه واحده، هي ما فيهاش اختلافات، هي حاجه واحده. فانت جايب لي سيبريت ايلاندز منين؟ معنى كده ان انت عندك حاجه هنا مشكله، تمام؟ دي البروسيس وال 27001 27005 اللي احنا بنتكلم عليها. طيب يا باشمهندس، في البروسيس ده الانبوت والاوتبوت ممكن يختلفوا في اي اورجنايزيشن، من اورجنايزيشن للتاني،
بس الاكتيفيتي نفسها في الـ في ثابتة ثابته في الفايف مش كده؟ هي الاكتيفيتي. اوكي تقريبا ثابتة تقريبا ثابتة، لأن هي تختلف برضه شوية بسيطة بيزد عن الأوبجيكتيف. لما أحمد سأل دلوقتي هل أقدر أعمل أكتر من أوتبوت أو يعني أوبجيكتيف لريسك أسسمنت، قلت له أه لو أنا محدده من الأول. فممكن جدا إنك أنت تيجي على حاجات معينة تركز عليها أكتر وتزود بعض الأكتيفيتيز، لكن الأكتيفيتي في حد ذاتها، يعني أنا لما أجي أقول إنك أنت بتعمل ريسك أيدنتيفيكيشن أو بتعمل الإمباكت أو بتعمل كذا، الإمباكت هو هو إمباكت، يعني ما مش هيختلف، هي هي برضه نفس الحكاية. فأنت ما عندناش هنا اختلاف، لازم يكون هو نفس الحاجة يعني. تمام؟ ممتاز. احنا دلوقتي عايزين نربط الكلام ده بقى كله ببعض، لان الدنيا ساحت مننا جدا، ما بقيناش فاهمين اللي انت بتقوله. قعدت قلت لنا ريسك ايدنتيفيكيشن واناليسيز وايفالويشن، وعملت لنا عسل وطحينه يعني. طيب يا سيدي معلش، بص يا اخوانا، انا هرسم لكم دايجرام، الدايجرام ده انا عايزكم تحفظوه زي اساميكم. ماشي؟ تحفظوه زي اساميكم. هنرجع للدايجرام ده كل مره هنشتغل فيها. في حاجات هشرحها دلوقتي وفي حاجات هقول لك سيبها، مش هتفهمها دلوقتي، هتفهمها بعدين. اول حاجه يا شباب، عندنا حاجه اسمها كونتكست استابليشمنت. منتهى السرعة، فهمتها كويس ما فهمتهاش مش مهم، سيبها هنتكلم عليها بالتفاصيل بعد كده. إن الكونتكست استابليشمنت دي كل ده بيمثل البيزنس. كل الشركات مش زي بعض. ما تجيش تقول لي أنا عندي شوية تمبلتس وعمال أطبقها في كل شركة. انا عندي ريسك مانجمنت وعمال اطبق التمبلت في شركه اكس زي شركه واي زي شركه زد. ده كلام فاضي. ليه؟ عشان الكونتكست استابليشمنت هنا مختلفه. الكونتكست هنا طبيعه الشركه، طبيعه الشركه ايه، هي الجولز بتاعت الشركه ايه، هي الاوبجكتيفز بتاعت الشركه. انا دايما في مثال انا متاكد ان انتوا يا جماعه سمعتوه مني قبل كده. انا عايز اعمل ريسك مانجمنت بروجرام لمصنع أسلحة. زميلي في نفس الشركة عايز يعمل ريسك مانجمنت بروجرام لمصنع حلويات. تفتكروا الاتنين واحد؟ الاتنين ريسك بروجرام، الاتنين واحد؟ لا طبعا هيختلف. لا طبعا. يعني هيختلف في إيه؟ هيختلف في الكونتكست. في الخطوة دي. تمام؟ طيب. ايه الخطوة اللي بعد كده؟ الخطوة اللي بعد كده عندنا الريسك ايدنتيفيكيشن. ايه هي الريسك ايدنتيفيكيشن؟ نعرف الريسك. نعرف الريسك، ايه هو الريسكس؟ ازاي؟ اعرف الاسيت، اعرف الفولنابيلتيز، اعرف الكنترولز اللي عندي، اعرف الامباكت. يبقى بالتالي انا عرفت ايه هي الريسكس اللي موجودة عندي. الخطوة اللي بعد كده عندي الريسك اناليسيز. الريسك اناليسيز انا هحدد ايه هي الامباكت لكل ريسك على الشركه، الامباكت على لكل ريسك على الشركه، وهحدد اللايكلي هود لكل ريسك. فبالتالي انا هحدد الريسك ليفل، هحدد الريسك ليفل. طيب حددت الريسك ليفل، ايه بعد كده؟ اعمل الريسك ايفالويشن. انت حددت الريسك ليفل، اشوف هل الشركه كان اكسبت الريسك ده ولا لا، الشركه كان اكسبت الريسك ده ولا لا، ولا عندها مشكله. لو كان اكسبت الريسك ده خلاص ممتاز، يبقى احنا ما عندناش مشكله وان احنا ممكن نقبله بشكل او باخر. طب لا، لو عندنا مشكله، لا لو عندنا مشكله يبقى اسف، ما ينفعش ان احنا نقبله، ولازم ان احنا نشوف طريقة نعملها ميديجيشن او ترانسفير او كده. طيب
في حاجة مهمة يا شباب هنا، الثلاث خطوات دول اللي بيسموهم ريسك اسيسمنت. عرفت بقى ريسك اسيسمنت الكلمة دي جاية منين؟ هو ده ريسك اسيسمنت، ده الريسك اسيسمنت. الثلاثة دول اللي بيسموهم الريسك اسسمنت. بعد كده عندك حاجة هنا بيقول لك هل أنت راضي عن الريسك ايفالويشن دوت؟ هل أنت راضي عن إن هنا التريتمنت اسسمنت الاسسمنت ده اوكي انت موافق عنه؟ يعني ايه موافق عنه؟ هنفهم بعد كده ان المانجمنت موافق او ريسك اونرز وحاجات زي كده، الحاجات التفاصيل دي هناخدها بعدين. لو قلنا ايوه احنا موافقين والكلام ده كويس، يبقى انت لازم تعمل الريسك تريتمنت، لازم تعمل الريسك تريتمنت. طيب عملنا الريسك تريتمنت، هيجي سؤال تاني، هل انت حققت او التريتمنت اكسبتنس؟ هل التريتمنت ده متوافق عليه؟ انا هعمل كده وهعمل كده وهعمل كده، انتوا موافقين على الكلام ده؟ ايوه احنا موافقين على الحاجات دي، الكلام ده احنا موافقين عليه، اوكي يبقى احنا كده عملنا الريسك اكسبتنس. لو لا مش موافقين، لو انت لا مش موافق وعندك مشكله، يبقى معنى كده انك انت لازم ترجع ليه من الاول خالص. طيب لو برضو في الكنترول ده في الاسسمنت انا مش موافق على الاسسمنت، يبقى برضو لازم ترجع لي ايه للموضوع ده برضو من الاول خالص، ونبدا نشوف المشاكل جايه من فين. تمام؟ في نفس الوقت ده لازم ان يكون عندي هنا حاجه اسمها الايه؟ الريسك. باشمهندس ايوه معلش حضرتك ينفع يعني انا اسف بس هو الانترنت بس كان في حاجه كان عامل لي يروح ويجي كده فانا الدياجرام ده كله ما فيش يعني لسه راجع دلوقتي بقى ستيبل معلش انا اسف بنبدا الكونتكست اللي هي عباره عن البيزنس اللي هو بيمثل البيزنس. بعد كده بيبقى عندنا الخطوه بتاعه الريسك ايدنتيفيكيشن. الخطوه بتاعه الريسك ايدنتيفيكيشن دي اللي بتحدد فيها الاسيز، بتحدد فيها الفولنابيلتيز، بتحدد فيها الثريدز، وبتحدد الحاجات دي كلها. بعد كده بيكون عندك الخطوه بتاعه الريسك اناليسيز اللي بتحدد فيها الامباكت، بتحدد فيها اللايكليهود عشان تحدد الريسك ليفل. بعد كده بتحدد انت عملت الريسك ليفل او عملت الهيت ماب، بتشوف الريسك ايفالويشن. الريسك ايفالويشن وات از ذا اكشن ذا كمباني وانت تو تيك اجينست الريسك، هل اكسبت هل ميتيجيت، حاجات زي كده. لو الاسسمنت ده احنا موافقين عليه، اسسمنت وي ار ساتسفايد اباوت الاسسمنت او اكسبت الاسسمنت، يبقى اوريدي هنروح لعمليه التريتمنت. لو احنا we are not satisfied عن الاسسمنت، يبقى معنى كده ان انا لازم ارجع الى الكونتكست establishment واشوف ايه كانت المشكله عشان احققها. طيب لو انا موافق عليه وعملت الريسك تريتمنت، هل انا موافق على التريتمنت دي؟ هل الريسك اونر موافقين والمانجمنت موافقين؟ ايوه هعمل الريسك تريتمنت دي. خليني بس اكتبها لكم بوضوح عشان تكون واضحة. مش عارف عملوا فيرجن جديدة في الزوم في منتهى الغباء، الفيرجن القديمة كانت أحسن مليون مرة. جينا نقول إن هي هنا المرحلة الثانية، إنه هنا في السؤال بيتسأل، السؤال ده اللي هو treatment acceptance. لو قال لك ايوه accepted، هتعمل الفيز بتاعت الريسك تريتمنت. لو قال لك لا،
يعني معنى كده انك لازم تروح الى الكونتكست وتعيد الاكسرسايز من الاول. كمان ان في الريسك تريتمنت، بعد ما تعمل الريسك تريتمنت لازم تبدا تعمل فيز مهمه جدا اللي هي الريسك مونيتورنج. الريسك مونيتورنج اند ريفيو، طبعا الريسك مونيتورنج اند ريفيو. طيب كل الكلام اللي احنا بنقوله ده هنا يا الله يا الله يا الله على الغباء، فعلا الفيرجن دي المفروض تتعدل. في هنا فيز تانية يا شباب اسمها ريسك كوميونيكيشن اند كونسلتيشن. كوميونيكيشن اند كونسلتيشن دي الفيز دي اللي هي بتقول لك انت ازاي انك انت تعمل كونسلتيشن للريسك في الشركه، وازاي تقول للناس عليه، و المعلومات عن الريسك، وازاي تتبادل المعلومات عن الريسك بينك وبين الناس في الشركه بتاعتك. تمام، دي الخطوات اللي هي موجوده. انا هفتح لكم هنا دايجرام كويس جدا موجود للكلام اللي انا بقوله ده، وهيكون واضح احلى بكتير قوي من اللي موجود على السكرين ده. نعمله داونلود، هل ينفع نعمله داونلود؟ ممكن بقى والله ادي داونلود سيف از، ده ايه الحاجات الحلوه دي، سيف از هو. ولو انا دخلت هنا على البتاع بتاعت الجروب بتاعتكو ريسك مانجمنت، اعمل لكم هنا كده نقول عايزين دوكيمنت دي الديسك توب اللي هو ريسك مانجمنت بروسيسز اهي، بعتها لكم لو فتحناها عشان نتفرج عليها اهي. ايه الحاجات الحلوه دي؟ سلام سلام، ادي يا شباب الدايجرام اللي احنا بنتكلم عنه، ادي الاستابليش كونتكست، ادي الريسك ايدنتيفيكيشن، الريسك اناليسيز ايفالويشن، بعد كده الريسك تريتمنت، بعد كده هنا في المونيتورنج اند ريفيو، هنا الكونسلتيشن اند كوميونيكيشن، ادي الفيزز بتاعت الريسك مانجمنت كلها، دي الفيزز بتاعت الريسك مانجمنت كلها. تمام، دي الفيزز بتاعتها كل بتاعتنا كل. وطبعا وانت عندك الدايجرام ده خلي بالك، الدايجرام ده احنا هنستعمله كتير جدا، وهرجع اقول كل بوكس من دول يا شباب فيز، وهنقضي فيها ثلاثة أربعة سيشن نتكلم عنه. كل بوكس من دول فيز، وهنتكلم عنها ثلاثة أربعة سيشن، بنشرح كل فيزز من الفيزز دي. أي أسئلة يا شباب قبل ما أنتقل للحاجات التانية؟ تمام، مفيش أي حاجة. آخر حاجة هقول لكم عليها النهاردة يا شباب، برضو هحاول اجيبها لكم كده من الانترنت عشان تكون واضحة وجميلة. الريسك مانجمنت بروسيسز،
الريسك مانجمنت بروسيسز بالظبط زي اللي احنا اتكلمنا عليها، مفيش اي فرق بينهم خالص. يعني انا مش عامل شيرد كلاس، طيب زي ما انتم شايفين او هتشوفوا دلوقتي على الشاشه، اهي نفس الدايجرام هو اللي احنا اتكلمنا عنه قبل كده، مفيش حاجه فرق، ادي نفس الحكايه، وان عندك برضه الكنترول والكونتكست، وهو ده اللي انا كنت بكتبه لكم بالظبط، وادي الديسيشن بوينتس اللي بقول لكم عليها، وهو بالظبط ده ستاندرد من الستاندرد بتاع الايزو. الكلام اللي انا بقوله لكم، عشان كده بقول لكم يا شباب، انا الدوكيومنتيشن اللي انتم بتقولوه، طب في ريفرنس وكلام من ده، الدوكيومنتيشن موجوده على الانترنت، ودي الحاجه الظريفه، ان انا ما بألفش حاجه من عندي، ده الكلام ده موجود على الانترنت، الماتيريال موجوده، بس انت ازاي تربط الماتيريال دي كلها ببعض وتفهمها وتعرف تعمل الفيجر، هو ده النقطه هنا. طيب هنا الحاجات دي زي ما انتم شايفين ان في فيز، ده الفيز الاولاني، بعد كده احيانا بنحب اننا نرسمه بشكل معين. يعني ايه ترسمه بشكل معين؟ يعني كده، بصوا ده دايجرام هتلاقوه كومون قوي وهنشتغل عليه كتير، هكسبه لكم انا دلوقتي. انه الفيز الاولاني حاجه اللي عندنا، الفيز اللي بيرسمها كبروسيس، بيرسمها كبروسيس. يعني ايه كبروسيس؟ ان هو بيقول لك ان انت عندك الفيز الاولانيه، الفيز الاولانيه، بعد كده عندك الفيز الثانيه، بعد كده عندك الفيز الثالثه، بعد عندك كده الفيز الرابعه. طيب ايه الفيزز دي؟ عندك هنا الكونتكست، استابليشمنت، عندك هنا الريسك ايدنتيفيكيشن، عندك هنا الريسك اناليسيس، عندك هنا الريسك ايفالويشن، عندك هنا الريسك تريتمنت، عندك هنا الـ Risk Acceptance، عندك هنا في البداية خالص في حاجة اسمها الـ Risk Management Program، دي حاجة مهمة جدا 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 جدا، أقعد أقول لكم لغاية بكرة جدا. دي البروسيس الأولانية، دي التانية، دي التالتة، دي الرابعة، دي الخامسة، دي الستة، دي السبعة. عندنا بعد كده بيشمل الحاجات دي كلها، الحاجات دي بيشملها الريسك كوميونيكيشن اند كونسلتنسي، دي 8، وبيشملها اللي هي الريسك مونيتورينج اند ريفيو، دي اللي هي 9. ادي الحاجات بتاعتنا، كل واحدة من دول تعتبر ايه يا شباب؟ سميناها ايه؟ بروسيس. كل بروسيس بتتكون من ايه؟ البروسيس عبارة عن ايه؟ مجموعة من input واكتيفيتي واوتبوت. بالظبط، اكتيفيتيز. كل واحدة من دول هيبقى مجموعة اكتيفيتيز، فلما هنيجي نتكلم عن كل واحدة من دول هقول لكم ان هنا في اكتيفيتيز كذا واكتيفيتيز كذا واكتيفيتيز كذا، وناخد كل اكتيفيتي من دول ونبدأ نحللها ونفهمها ونجيب التفاصيل بتاعتها. أنا كده خلصت للنهاردة، وأنا على استعداد تام أجاوب كل الأسئلة بتاعتكم، اتفضل. طبعًا محدش عنده أسئلة عشان عايز يروح. خلي الأسئلة طيب انت وانس، الله يعطيك العافيه، مشكور والله على المجهود. هو انا بس في حاجه انا كونفيوزد بالنسبه لي. انا هو انا الريسك اسسمنت كان المهندس محمود كان سال بخصوص السكوب، حضرتك قلت ان هو خاص باداره تقنيه المعلومات، مظبوط؟ طيب يعني انا بالنسبه لي الاسيتس دي مش المفروض ان هي تبقى كاست ايدنتيفيكيشن تبقى خاصه بالمنظمه بالكامل؟ يعني انا بحصر الاسيت بكل مشتملاتها، ولا الاسيت فقط الخاصه بتقنيه المعلومات؟ انت بتعمل ايزو 27001، تعمل له ريسك مانجمنت اوكي كويس، تعمل مانجمنت ليه؟
للسبلاي تشين، للفاينانشال، ولا للاي تي؟ يعني الاسيتس كلها الاي تي، سواء كان زي ما حضرتك اتفضلت ووضحت دلوقتي بمختلف انواعها بقى، فيزيكال اسيتس، هيومن انفورميشن، اي حاجه خاصين بالاي تي نفسي. بالظبط. عشان كده تعريف الايزو انا بحبه اكتر لانه واضح. الايزو اوكي واضح. انا بقول ان الايزو بتعرف الاسيتس حاجتين، عندك البرايمري اسيتس اللي هي البروسيسز والبروسيجر الفاليو، والجايد لاين. تمام فدي الحاجات دي كلها اللي هي ريليتد للاي تي. تمام ممكن تقول عندك اي حاجه ريليتد للاي تي، الايدنتيتي اكسس مانجمنت، الفي بي ان اس اس ال، الانكريبشن، وات ايفر. كل الحاجات دي بعد كده ابدا احللها واشوف ايه هي الكومبوننتس وهي بتاع ايه الحاجات اللي بالاندبندنسز، والديبندنسز دي هي دي اللي بتمثل الاسيتس. الاسيتس خلي بالكم يا شباب مش لازم تكون جهاز، ممكن تكون بيرسون، تكون شخص، ممكن تكون ميتنج جروب، ممكن تكون فاسيليتي. انك انت عشان اقول لكم حاجه جميله قوي، فاكر في شركه من الشركات طلعت لهم ريسك غريب قوي ما كانوش مقتنعين بيه ومش في دماغهم خالص، بس طلع ان هو فعلا طايق. الناس دي كان عندها داتا سنتر في مكان ما، وكان عندهم دي ار سايت في مكان تاني. الدي ار سايت ده كان بياخد اوف سايت باك اب، المسافة كانت ما بينهم كبيرة. ده على حسب ما اتذكر كان في الرياض، وده كان في جدة. هنا بيعملوا باك اب تيب، بيعملوا له باك اب وبينقلوه لهنا. طيب الاوف سايت باك اب لو لا قدر الله الرياض داون، الدي ار سايت دي المفروض تشتغل وزن قد ايه؟ كانوا هم متفقين وزن 1 داي، يعني احنا وي كان سرفايف لو السايتس بتاعتنا داون لمده يوم، بعد كده لا هتبقى مشكله. فمعنى كده ان دي الدي ار سايت لازم تشتغل وزن 1 داي، دي اللي بنسميها احنا في المجال الافيليبيليتي، في مجال البيزنس كونتينيوتي ار تي او، الار تي او 1 داي. قلت لهم هنا في بج، هنا في قصدي ريسك. قالوا لي ليه؟ قلت له ايه هي العربيه اللي هتنطر تنتقل من الرياض لجدة غنتي انها توصل في 1 داي؟ الرحله ما بين الرياض وجدة بالعربيه، لو انت عربيتك الشخصيه بتاخدها، لو انت هتسوق 1 واي، ما بين 7 في القلم. علق ليه؟ هو القلم عايز ينام ولا ايه؟ من بطارية ولا حاجة لو وصلت. اي ممكن يكون البطارية، خليني اوصله كده بس. لا القلم بيقعد فترة طويلة، ده 82%. لا ممكن يكون فصل، او ممكن يكون تعرف هي علقت، مش مشكلة. ممكن يكون ما بين 7 إلى 8 ساعات لو أنت بتسوق عربيتك وان شوت. بس لما أجي أبعتها مع كورير، كورير مع دي اتش ال، مع كلام من ده، دي عربية كبيرة. أنت السرعة بتاعتك مسموح لك ب 120، ودلوقتي ممكن على الهاي واي تسوق 140، لكن العربيات دي مش مسموح لها بكده، على ما أظن مسموح لها ب 100. فمعنى كده إن السبع ثمان ساعات دول ممكن تصل الى، ما تبقاش من 7، تبقى ما بين مثلا 13. انا فاكر لما عملنا الحسبه لقيناها من 13 الى 20 ساعه. بس ان في كونديشنز ان السواق ده المفروض ان بيسوق بياخد راحه كل 4 ساعات، ينام شويه كل 4 ساعات، وفي كونديشنز كده في مجال المرور هنا. فلقينا ان ممكن جدا لو التيب طلع من الرياض ما يوصلش الجده في خلال يوم، ما يوصلش في خلال يوم.
يوصل اكتر شويه، يوم ونص. معنى كده لما لو حصل الداتا فيليا وقال لك شغل الداتا سنتر، ممكن تستنى يوم ونص عشان تقدر تشغلها، الار تي او ما تشتغلش. طب دي حاجه ريليتد للاي تي؟ لا مش اي تي، بس هي فاكتور بيأثر على الاي تي، فاكتور بيأثر على الاي تي. الله يعطيك العافيه يا باشمهندس، هي واضحه الصوره. يعني هو دلوقتي احنا السكوب المفروض ان هو يكون اداره تقنيه المعلومات، عارف وضحت الحين، ودي كان فيها كونفيوز بس بالنسبه لنا. يعني وانا المفروض ان انا لما اجي اشوف الاسيتس، انا كنت اعتقد في البدايه ان الاسيتس للمؤسسه بالكامل، بس حضرتك وضحت دلوقتي بالفعل يعني هو لازم يكون اداره تقنيه المعلومات او ما يخدم ليها او ما يساندها. بالظبط مشكور يا باشمهندس، الله يعطيك العافيه. أهلا وسهلا. أي أسئلة تانية يا شباب؟ أه طبعا، خلي الأسئلة بكرة، دلوقتي عايزين نروح ننام. شكرا جدا يا باشمهندس، يعطيك العافية يا باشمهندس، تسلم ما قصرت. كورة يا يلا باشمهندس، الله يعطيك العافية، شكرا جدا، شكرا يا شباب، يعطيكم العافية. ميعادنا هيكون يوم الخميس الساعة 7:30 إن شاء الله سبحانه وتعالى. شكرا لكم والسلام عليكم. بسم الله، السلام عليكم.